طيب طيب هلا الدرس الماضي وصلنا بإعلان الشبكة المرئية اللي هي ديسبلاي إذا بتتذكره. طبعا يا حمزي، ما مسموح التسجيل إلا عن طريق المعهد، بس عن طريق المعهد فقط، ماشي؟ يعني المعهد فقط بسجل. إحنا بعتنا التسجيل على الكلاود، بده ينزل على اليوتيوب. هلا أنت من اليوتيوب بعد أنت حر تقدر تشوفه وتسجله وتحمله، بس هو ما مسموح يعني التسجيل إلا عن طريق المعهد. طيب هلا بنيجي نكمل إعلان الديسبلاي، الشبكة الإعلانية. طبعا حكينا على الشبكة الإعلانية إذا بتذكر الدرس الماضي، وكيف أنواعها وشلون تظهر، ماشي؟ أعطينا مثال على هالحكي، مثلا كتبنا هون موقع، تمام؟ لاحظوا، هي إعلان جوجل، شلون ظاهر؟ هذا هو إعلان الجوجل. كنت تعرفوا أنه إعلان جوجل؟ هلا استنى شوي بيطلع لكم إشارة ضرب جنبه، إشارة تعجب. إشارة التعجب بتدل على أنه هذا إعلان جوجل. لاحظوا من هون، هذا إعلان جوجل، شايفينه؟ هذا إعلان جوجل، طبعا واضح مستطيل، آخذ وضعية أفقي. طبعا هون في عندنا صورة، هون في جنب الصورة في شوية شرح، هون عنوان الويب سايت، وهي الأوبن، الإجراء، زر الإجراء أو زر اتخاذ القرار. من هون تفتح الويب سايت هذا اللي هني حاطينه من خلال الضغط على هذا الزر. طبعا هيك هذا الاعلان مصمم وفخ النمط يعني، ماشي؟ هلا بنطلع لهون مثلا، بنلاقي انه هون في عندنا كمان اعلان. لحظه، Recording in progress. هي اعلان من اعلانات كمان الجوجل هذا، ماشي؟ مثل ما انكم شايفين، هذا لا للموقع، هاي تابعه للموقع، ما انا تابعه لا الجوجل. ناخذ مثال ثاني، طبعا ممكن في عندنا امثله كثير، مثلا راح نفوت على هذا الموقع. مثلا ناخذ هذا الموقع، نت، ايوه هذا هو. لاحظوا هون، لاحظوا اعلان الجوجل كيف ظهر هون، وهذا كمان اعلان جوجل، ماشي؟ انتبهتوا؟ هاي اعلان جوجل. لاحظوا اذا حطينا هون السهم هون بيعطينا انه هذا اعلان جوجل، وهي زر الاجراء او فتح، ماشي؟ وهي اسم الموقع او اسم النشاط التجاري او حسب هو طريقه برمجه هذا الاعلان. هلا اذا نزلنا لتحت كمان بنلاحظ انه هون في كمان اعلان جوجل، لكن زر الاجراء بزي والله شيء يعني تواصل معنا، تواصل معنا، ماشي؟ وهي لاحظوا انه اعلان جوجل مثل ما كن شايفين، هذا اعلان جوجل. اذا في عندنا كثير انماط لاعلانات الجوجل، ممكن انها تاخذ شكل مستطيل افقي، او ممكن انها تاخذ شكل مستطيل عمودي، او ممكن انها تاخذ شكل مربع. الجوجل طبعا بحسب المساحات المتاحه بقلب الموقع، انه كيف متاحه هاي المساحات بقلب الموقع، ممكن انه وحسب ابعاد الصور اللي انت حاططها، ممكن انه هو يزودك يعني ينزل اعلانك على الموقع، او انه لا ما يتحمل اعلانك على هذا الموقع، لانه الصور اللي انت مزودها ما بتتناسب مع الفراغات المتاحه بهذا الموقع. او بكلام اخر فينا نقول انه الفراغات المتاحه بهذا الموقع ما بتتناسب مع طبيعه الصور اللي انت محملها بها، ماشي؟ طيب هاي المشكله في لها حل. هلا رح نشوف. طبعا نحن هون فتنا على تصميم الاعلان، لاحظوا انه من هون فيكم تغيروا تصميمه، في عندنا تصميمين رئيسيات لهذا الاعلان. التصميم الاول، لازمك اي مساعده انسي؟ طيب التصميم الاول هو الاعلان صوري متجاوب، اعلان صوري متجاوب. هذا النوع من الاعلانات متقدم جدا جدا وبحقق نتائج هائله، والحقيقه عن تجربه شخصيه انا عم اقول لكم، لكن الاشكاليه الموجوده فيه انه هو غالي شوي. هلا طبعا حتفهموا شو الفرق بينه وبين الاعلانات الصوريه العاديه، ماشي؟ خلينا ناخذ الاعلانات الصوريه العاديه. هذا اعلان صوري عادي، لاحظوا طبعا بنقول له اعلان جديد، يعني بدنا نضيف اعلان صوري جديد من هون، نختار من هون الملفات اللي بدنا نحملها لهذا الاعلان، ماشي؟ طبعا هلا بعد ما نختار الملفات، ممكن طبعا انه نحن هون اول شيء نعمل له الغاء لهي العمليه، وروح على طبعا الغي هذا هون،
وفوت على موقعنا على الويب سايت، نعمل له كوبي من هون وبنرجع للاعلان وبنحط عنوان الويب سايت اليو ار ال النهائي، يعني اللي بيبدا ب اتش تي تي بي اس طلبوا مننا. ماشي، حطيناه لهذا اليو ار ال، كبسنا هون. ماشي، ما بدنا اياها، هاي خيارات يو ار ال متقدم شوي، ما بدنا اياها. هلا نجي بنختار الملفات اللي نحن بدنا نعلن عنها. تمام، هلا من خلال اختيارنا لهاي الملفات بنشوف، بندور بقلب الجهاز ومن الصور اللي نحن بدنا نحملها. طبعا بس انا حاطط ايوه هاي، بس انا حفوت هون وبناخذ مثلا هون من قلب الاعلان مثلا صور معينه، نشوف مثلا شيء صوره معينه بتناسبي مع هذا الاعلان. بي سي هون اخذ هاي. نرجع شوي لإعلاننا. طبعا طبعا لاحظوا انه عم يقول لي مثلا هون انه حجم الملف 266، يوجد تحميل اعلان بحجم اقل 250، يعني نحن حملنا صوره حجمها شوي كبير فرفض شو اسمه، راح نحاول نحمل صوره ثانيه. كمان عم يعطيني انه في عندك حجم كبير لازم يكون 150 كيلو بايت. طيب ماشي، راح ننقي غيرها لهي الصوره ونشوف شو ممكن انه نحن نحط مثلا صور موجوده عندنا سابقا. طبعا هون في عنا مثلا هاي الصورة كمان نفس الأشكال. هي صورة تكون صغيرة ما عملنا إيه. تمام، لاحظوا هون الرسالة اللي عم يعطيني إياها إنه غير مسموح بالأبعاد. مشكلة هذا النوع من الإعلانات إنه هو الأبعاد فيه شوي حذر جدا من ناحية الأبعاد، بيعطيك أبعاد معينة، مستطيلات، مربعات، أشكال مختلفة. بس أنا المستغرب إنه هون بهاي الحالة إنه ما عم يعطينا شو هي الأبعاد اللي يعني شو هي الأبعاد اللي لازم نسويها. يعني عادة كان مثلا يقول لي هاي الصورة مرفوضة، يقول لي رجاء وضع صور ضمن أبعاد معينة. عرفتوا كيف؟ فالإشكالية هون إنه ليش ما عم يعطينا، يعني إلا يجب تحميل ملف مثلا الأحجام والأبعاد المتاحة. تمام، لاحظوا هاي، انتبهوا، لاحظوا إنه هون بهذا النوع من الإعلانات إنه بيحطوا لي صور، مطلوب مني إني أنشئ صور ضمن أبعاد محددة فقط هو حاططها. يعني مثلا لاحظوا المربع والمستطيل، إنه مثلا بالنسبة لموضوع المربع ما أعطيني غير 200 ب 200 فقط، يعني ما مسموح لي إني أستخدم أبعاد أخرى لحتى إنه مثلا أنشر إعلان. شو السبب؟ السبب انه هو كمان بيكون بالمقابل ملزم المواقع الالكترونيه انها تفضي مساحات بقلبها بنفس هاي الابعاد. انتبهوا لشغله، يعني مثلا هون يعطينا مستطيل عمودي بعرض 240
ب 400 بكسل. اذا بتحط هاي ال 240، اذا بتحطها 241 ما بيرضى، اذا بتحطها 241 ما بيرضى، بده اياها حصرا تكون ضمن ابعاد معينه، ما بيقدر نهائيا انه تخالف القيم اللي حاطط لك اياها هون للابعاد ولو بواحد بكسل فقط. ماشي، اذا بدكم تشوفوا الابعاد المتاحه بتلاقوها هون. لاحظوا انه هنا اخذ هاي الصوره، اوكي تمام، حجمه نظامي عجبه، حجمه بيمشي الحال، بس غير مسموح له بالابعاد، وبالتالي نحن بدنا نفوت الصوره على معالج الصور لحتى نحط ابعاد تكون تتناسب مع الابعاد اللي هو طالبها. ماشي، هذا بالنسبه للاعلان العادي. اذا الاعلان العادي في عندنا قيود شوي بالنسبه لموضوع ابعاد الصور، لكن مثلا اذا نحن فرضا مثلا بدنا نغير هذا الاعلان، نقول له الغاء من هون مغادره، وبدنا نقول له هون انشاء اعلان جديد، بدنا نقول له اعلان صوري متجاوب. هلا رح نشوف بالنسبه للاعلان الصوري المتجاوب شو بيسمح لنا نسوي. ماشي، حطينا عنوان الموقع تبعنا هون، تمام هيك. هلا بنيجي لموضوع الصور، مسموح لنا 15 صوره بحد اقصى، اذا ليس صوره واحده فقط، مسموح لنا انه نضيف بهذا النوع من الاعلانات حتى 15 صوره. اذا فتنا مثلا على الصور فهو مباشره بيعطيني احتماليه انه انا احمل صوره من خلال المكتبه او من خلال اليو ار ال، يعني هاي الصور هو راح بقلب اليو ار ال، جابها من اليو ار ال واعطاني اياها. طبعا هون بيطلب مني انه انا اجيب مثلا صور بمقاسات مختلفه، راح اخذ مثلا صور المربعات، اخذنا هاي الصوره واخذنا هاي الصوره واخذنا هاي الصوره واخذنا هاي الصوره. ماشي، هلا بنقول له حفظ. ماشي، اخذ هدول الصور، شايفينه نحطهم هون. طيب هلا بيعرض علي انه انا اذا بدي احمل فيديوهات، ماشي، هذا الفيديو ما لازم يكون بيتجاوز 30 ثانية فقط، 30 ثانية كحد أقصى يعمل هذا الفيديو. إذا بدك تضيف فيديو بتضيف فيديو من هون. ماشي، طيب هلا بنيجي للخطوة اللي بعدها اللي هي العناوين. لاحظوا مثلا هو عم يقول لي إنه أضف 5 عناوين بحد أقصى مسموح لك تضيف 5 عناوين. أنا مثلا راح أضيف هدول العنوان. ماشي، وفي عندك شيء بسموه العنوان الطويل، هذا العنوان الطويل هو مثل عنوان رئيسي، يعني هدول عناوين فرعية، هذا بيكون عنوان رئيسي بسموه العنوان الطويل. بس هو الاشكاليه انه ما بيوعدك انه يحطه حسب المساحه يلي متاحه له بقلب الموقع، ممكن انه يستخدم هذا العنوان الطويل او ممكن انه ما يستخدم. ماشي، فالعنوان الطويل يعني بنحط بس مو ضروري يظهر، حسب الامكانيه بقلب الويب سايت. اذا نزلنا لهون لقلب الاوصاف، طبعا بتعرفوا انتم في عندنا عناوين وفي عندنا اوصاف، طبعا هون عم يقترح علي هو بالذكاء الاصطناعي انه استخدم هاي الاوصاف، ممكن انكم انت تحطوا اوصاف على كيفكم، لكن الملاحظة أنه بالعناوين والأوصاف مثلا فيكم تراعوا قدر الإمكان موضوع الكلمات المفتاحية. هلأ بتكون تضيفوا وصف جديد كمان بضيف، عبيت الأوصاف كلها. طبعا لاحظوا أنه عم يقول لكم بالنسبة لموضوع الأوصاف أنه أضيف 5 أوصاف بحد أقصى، يعني مسموح لك تضيف كحد أقصى 5 أوصاف، وبالتالي كل إعلان بيظهر تحته عنوان وبيظهر تحته وصف، بجوز لشخص ثاني يظهر له عنوان ثاني ووصف ثاني حسب. ماشي، طيب ليش مثلا كل شخص ممكن يعطيه عنوان ثاني ووصف ثاني؟ حسب المساحة المتاحة. يعني نحن مثلا أخذنا، لاحظوا أنه بتقدر تفحص موقعك الإلكتروني وتشوف شو فيه صور يعني بتتناسب، وينزل لك هاي الصور من قلب موقعك الإلكتروني، وممكن تعمله تحميل. ماشي، وفي عندك صور مجانية جاهزة، ممكن تاخذ أنت مثلا صور مجانية من عنده هو يعطيك إياها. فمثلا أنا بدي أخذ هاي الصورة، لاحظوا أنه هاي الصورة لا هو لحاله إذا لقاها أبعادها غير متناسبة بيجي هو أوتوماتيكيا بيعمل لها اختصاص لهاي الصورة، ماشي، وبخليها تتناسب مع الابعاد تبعي. هلا رح نشوف معاينه الاعلان كيف بيظهر. طلعوا لي هذا هو الاعلان. طبعا مو هذا النموذج الوحيد اللي ممكن انكم انتم تشوفوه، في عندنا كثير نماذج للاعلانات ممكن انكم انتم تشوفوه. ماشي، طبعا هذا احد النماذج، مثال على اعلانك. لاحظوا عم يقول لي هذا انه مجرد مثال على اعلانك. اذا غيرنا المعاينه هون، طلبنا معاينه مره ثانيه، لاحظوا نريد نغير المعاينه مثل الاخر، نغيرها لحتى تظهر صوره جديده من الصور اللي نحن حملناها. لاحظوا هلا تغيرت الصوره فعلا. شو المقصد بهذا الحكي؟ انه هذا اعلان تتغير فيه الصور والعناوين والوصف حسب موضع الاعلان بالموقع. ماشي، يعني بكل موقع حسب الابعاد، نحن مزودين صور بابعاد مختلفه، مستطيلات، مربعات، كذا، فبدور هو بقلب المواقع بلاقي شو الزاويه المناسبه، بيجي بحط مع الصوره المناسبه اللي نحن مزودينه فيها، لذلك سموه اعلان صوري متجاوب. بمعنى اخر شو بلاقي فراغات متاحه، بدور على صوره بتناسب هالفراغ بقلب الموقع بحطها. وبالتالي شو اللي بصير هون بهذا النوع من الاعلانات؟
انه ما بيروح علينا ولا موقع الكتروني. يعني كل المواقع الالكترونيه اللي مفضاي فيها مساحات وحاططها مخصصه لاعلانات جوجل راح يلتقى عنده باعلانه صوره من هالصور متناسبه مع المساحه بياخذها ويحطها، وبالتالي ممكن انه يظهر اعلاننا باي موقع. يعني ما في موقع ممكن انه يرتفض اعلاننا فيه لانه ما فيه مساحه متناسبه مع صورتنا، وبالتالي ممكن انه ينزل اعلاننا باي موقع. لذلك لما بينزل اعلاننا بكل المواقع فبيكون الوصول شديد جدا، يعني الوصول للجمهور عالي جدا، نسبته عالي جدا، وبالتالي بيكون الصرف كمان كثير كبير، لكن النتائج هائله. ماشي؟ طبعا هون ممكن انه بدنا نحن نعمل له مثلا تحديث. هو طبعا عاده بيمشي لحاله اوتوماتيكيا، بس انا ما بعرف ليش ما عم يمشي بالمعاينه لحاله، يعني لحاله بيعمل معاينه وبيغير الصوره كل شوي وشوي، بينقلنا من صوره لصوره ثانيه. ماشي؟ مثل ما انكم شايفين هون بالاعلان، وبدكم تشوفوا كمان هذا النوع من الاعلانات بيظهر باليوتيوب، بيظهر باليوتيوب وبيظهر بالجيميل. انتبهوا، لاحظوا كيف بيظهر باليوتيوب هذا الاعلان. ماشي؟ يلي بده يعني مثلا يتساءل انه هل الشبكه الاعلانيه بتظهر بقلب اليوتيوب؟ نعم، هاي المثال اللي يكون قدامكم، ولاحظوا بيظهر هون الوصف العنوان وتحته الوصف وتحته شو؟ ادس. انه لاحظوا ادس هون اسم النشاط التجاري، وهي زر الاجراء اللي هو اوبن اللي بياخذنا على فتح الويب سايت. تمام، مفهومي هاي النقطه؟ طبعا بدنا نشوفه مثلا كيف بده يظهر باليوتيوب، هاي بالنسبه لظهوره باليوتيوب. بدنا نرجع نعينه على المواقع الالكترونيه وعلى التطبيقات. طبعا انا ملاحظه نسيت لكم عليا امبارح انه هو الاعلان، لاحظوا اكتملت هلا التنزيل، هلا بنشوفها، انه هو الاعلان انا قلت لكم انه بيظهر بالمواقع الالكترونيه اللي بتتربح من وراء اعلانات جوجل، لكن هذا الكلام منقوص، انه بيظهر ايضا على مواقع التطبيقات الموبايل. انت بتشوفوا بتشتغلوا كلياتكم على تطبيقات موبايل، بتلاحظوا انتم في كثير تطبيقات موبايل بتعرض لكم اعلانات جوجل، وغالبا هاي اعلانات جوجل تكون اعلانات الشبكه المرئيه. حتى لو طلع لكم فيديو اسمه اعلان الشبكه المرئيه، لانه شفنا انه باعلانات الشبكه المرئيه في عندنا خيار انه نحمل فيديو، صح ولا لا؟ لاحظوا منه. وحتى لو طلع لكم فيديو بقلب مثلا انتم عم تفتحوا تطبيقات الموبايل، قام راح طلع لكم فيديو. طيب هذا الفيديو منين اجى؟ من الشبكه كمان المرئيه. لاحظوا انه في عندنا خيار انه نحن نحمل فيديو. طبعا هلا في واحد بيجي بيسالني انه ليش هذا الشعار ظهر؟ لاحظوا انه من هون الشعارات ولا تحميل، حملت شعاره بس انا كوني محمله مسبقا فظهر لحاله، ما طلبني اني حمله هلا. اما بالنسبه لكم راح يقول لكم اول مره حملوا الشعار او اللوجو تبعكم، بيظهر هذا الشعار هون بالاعلان. هلا اذا نعاين الاعلان كله على كل الحالات، لاحظوا هاي الصوره مثلا، لاحظوا كيف بدها تطلع. ماشي؟ بالمواقع الالكترونيه او بتطبيقات الاندرويد او الاي او اس هيك بتطلع بهالشكل. اذا بدنا نشوف هاي اللي فيها الكرسي، لاحظوا كيف بده يطلع الاعلان هيك بهالطريقه. طبعا جميل جدا وجذاب هذا الاعلان، ماشي، بيمتاز بجاذبيته. لاحظوا انه في زر اجراء هو اوبن. اذا بدنا ناخذ هاي مثلا، لاحظوا هاي كيف بتظهر. اذا بدنا ناخذ هاي، لاحظوا انه هذا الاعلان كيف بيظهر هيك بهالشكل، حتى ممكن انه يظهر من دون صوره فقط شرح. ماشي؟ او انه هو هذا. طبعا هذا النوع من الاعلانات ما في داعي تكتبوا اي شيء على الصوره، يعني ما في داعي انكم انتم تكتبوا على الصوره اي شيء، تخلوا الصوره من دون اي كتابه او شرح، فقط ممكن انكم تحموا الصوره باللوجو تبعكم مشان ما حد يلطش منكم للصوره، اما الباقي الشرح بكون على قلب الاعلان من خلال الشرح والاوصاف. يعني بالتالي ما في داعي تروح تعزل حالك تكتب على الصوره، لانه امكانيه التعديل والكتابه تجي من الاعلان نفسه، انك ممكن انت تضيف شغلات الصور مثل ما بدك، مثل ما انك شايف هون مثلا بهذا الاعلان، لاحظ انه هاي الصوره موجوده ما عليها اي كتابه، وهي الشرح هون. خلص هلا هيك ادينا المهمه، نبدا نروح نعزب حالنا ونكتب على الصور. مزبوط. وطبعا هاي شعار لازم بيكون جوجل ادز هيك بيظهر بالاعلان مثل ما قلت. هذه عندي سؤال بالنسبه لهذا الموضوع. تفضل. لا ما انت متعاقدة مع اليوتيوب، اليوتيوب هو انت عامل القناة، انت انشأت قناتك بقلب منصة اليوتيوب. ماشي؟ فاليوتيوب له ملكهم، يعني نحن بس انه اخذنا انه عملنا قناة فيها، فالمساحة لهم ملكهم، صح؟ فبالتالي هن بيحطوا فيها اعلانات. انت حقك الطبيعي انه تكون هاي الاعلانات تكون اعلانات، يعني مش انه شيء ممنوع وكذا بس، اما غير هيك ما فيش. طيب مفهوم لحديت هون؟ في حد عنده اي سؤال؟ طبعا ممكن ناخذ من هون خيارات اضافيه، ناخذ نص الحث على اجراء اتخاذ اجراء.
ماشي. هلا هو تلقائيا على الوضعيه الصراحه، هو حطه على الوضعيه التلقائيه اوبن او فتح، فنحن ممكن نقول له اشترك الان، احجز الان، اتصل بنا، تنزيل معلومات اكثر، تثبيت زياره الموقع مثلا، ماشي. وممكن تخلوا هالنص هذا بالعربيه او باي لغه انت بتكلمها. فلاحظوا مثلا بعد ما عملنا هيك، هلا لاحظوا تغير زر الاجراء هون، صار اسمه زياره الموقع. انتبهتوا منين اجى هذا زياره الموقع؟ منين اجى زر الاجراء؟ اجى من هالتعديل اللي عملناه هون، قلنا له نص بالنص الحث على اتخاذ اجراء انه بزياره الموقع. تمام لحديت هون؟ مفهومه هاي النقطه؟ ماشي. اذا عجبكم الاعلان الصور المتجاوب ولا ما عجبكم؟ بتحبوا انكم تعملوا اعلانكم بطريقه اعلان الصور المتجاوب، او بتحبوا انكم تعملوه باعلان الصوره الواحده؟ شو رايكم؟ مين بيجاوبني؟ مين هيك سمعنا صوته هلا؟ شو رايك يا عمر؟ حمزي شو رايكم؟ عمر حمزي ما انكم موجودين معنا انتم؟ طيب ماشي. هلا بعد ما بنخلص طبعا بنقول له التالي، ماشي، انشاء الاعلان مثلا هون، هاي بيظهر كمان هون معاينه الاعلان اذا بدكم شوفوا. هلا ممكن تعملوا اعلان جديد على فكره، يعني بحيث انه يكون في عندكم اعلانين ضمن المجموعه. معك استاذ، شو رايك اينه افضل، يعني الاعلان صوري متجاوب او اعلان صوره واحده؟ يعني انت هيك اينه لقيته احلى؟ طبعا طبعا. طبعا اعلان الصور المتجاوب بيمتاز بجاذبيته الهائله، ماشي، وتنوعه الكبير، وبيقعد باي محل بالويب سايت، وبالتالي بيستغل اي ويب سايت ممكن انه يكون بيعلن اعلانات الجوجل انه يقعد فيه. ما انه والله مثلا صوره ثابته الى ابعاد معينه، والله هذا الويب سايت ما بيستوعبها، وبالتالي ما قعدت فيه. ماشي، صوره واحده بس، هيك رايك؟ طيب ليش يعني؟ هلا انت مثلا اعطيت راي صوره واحده، طب بس احكي احكي حكي يا اخي، ليش كتابي؟ استاذنا، انا قصدي صورة واحدة بس، ما قصدي على شو اسمه، على المواقع، قصدي بشكل عام، مثلا على انستغرام، على الفيسبوك، صورة واحدة بتكون اجذب، جاذبة اكثر للقارئ او المستمع او المشاهد، عرفت كيف؟ احسن ما يكون كذا صورة من بعضهم. هو صورة هو واحدة صورة واحدة يا عمر، يا عمر، هو الإعلان صورة الاعلان واحدة، صورة واحدة. ايه هاي تمام، بس انت هذا قصدك هلا احجام، يختلف احجامها. لا 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 ما فهمت عليك. هلا هذا الإعلان أنت شفته طلع لك هيك، جزء واحد ايه ثاني شوفه، شوف صورة ثانية، واحد ثالث شوفه، شوف صورة رابعة. تمام، ايوه كيف هيك القصد فيه؟ بس ليش مثلا أنت شفته أنه طلعت لك هاي الصورة؟ انت فتت على موقع هالصوره في مستطيل عمودي، يعني ايه فاتح فراغ فظهرت لك هاي، غيرك فاتح موقع في مستطيل افقي فظهرت له صوره ثانيه بس لنفس الاعلان، نفس الصورة بس ولكن بأبعاد تانية، أبعاد مختلفة. صوره ثانيه وابعاد ثانيه بس لنفس الاعلان، صورة تانية قصدك؟ صوره ثانيه. نعم، مثلا مثلا واحد فاتح هالمساحه الضيقه ظهرت له هاي، إيه لانه بالموقع ما موفر مساحه غير هاي، هيك هالشكل المربع فظهرت له هاي. ماشي، واحد مثلا لا موفر موقعه مساحة تكون مستطيلة عمودية، ماشي، قام ظهرت له هاي. انتبهت شلون؟ ايه بس بكون قصدي المغزى من الصورة كلها على نفس الحملة الإعلامية، يعني نفس الهدف. نفس الإعلان، نفس الإعلان بس أنا بشوف شيء وأنت بتشوف شيء وفلان بشوف شيء، حسب المواقع الويب سايت أو تطبيقات الموبايل اللي نحن فاتحينه. طب احنا ما فينا نعتبر الصورة الواحدة هي نفسها ونرجع نصممها بتصميم أفقي وعمودي وطولي تمام يا اخي، مثلا انت عامل صوره مربعه، انت عامل صوره مربعه، طيب هاي الصوره المربعه بعد اذنك يعني ما راح تظهر هون، ما بتظهر بهذا الموقع، هذا الموقع مخصص ليك. شو مخصص؟ مخصص المساحه المستطيله لله. او مثلا على سبيل المثال اذا بجوز تظهر هون، ما في باب ياسه، بس مثلا خلينا ناخذ هذا الموقع، هلا بنفوت على هذا الموقع اللي هون،
هذا ما له مخصص شيء، مخصص هيك المساحة اللي هو تمام. ماشي، أو هاي المساحة اللي هو ماشي، فممكن ما يعد إعلانك بهالمساحة. أما لما فهمت بكون عليك. إعلانك صور، أما لما بكون إعلانك صوري متجاوب يقعد بأي مكان، لأنه هو أصلا أخذ صور بأبعاد مختلفة وعمل فهمت لها عليك. اختصاص وعمل لها كل شيء، بس فبصير هاي الصور إعلانك اللي بنحطها، الصور اللي بنحطهم كلياتهم، بنحط اليو ار ال تبعهم كله مثلا نفس المنتج اللي نحن نحول عليه، او نفس الميزه اللي طبعا. بنحول هلا عليه. اكيد، هلا انت مثلا عم تعمل اعلان لمتجر الكتروني، شيء طبيعي، مره مثلا بتحط صوره كنزي، مره بتحط بس كلياته واحد لنفس الجهه، المتجر الالكتروني. طبعا تمام كلياتها، طبعا كلها صور احترافيه جذابه، ما انه والله هذا شاف هالصوره ما شاف هذيك، كمان هاي الصوره اللي شافها كمان صوره جميله جدا، وصوره يعني مقبوله، وصوره حلوه كثير. فهمت عليك. صح، يعني بعض الناس احنا بنحكي مع المصمم انه يعمل لنا كذا تصميم طبعا طبعا لكذا هدف، او بالاحرى الهدف هو طبعا واحد بس كذا تصميم. طبعا، ما في شك. فهمت طيب عليك. هلا ننتقل لاعدادات هون الاد جروب او المجموعه الاعلانيه. طبعا هون قايلنا انه هو مشغل الاستهداف المحسن، انا في عندي بس مشكله بسيطه بمدير الاعلانات يعني، ماشي. طبعا اخر شيء يعني بعد ما خلصنا اخترنا الجمهور واخترنا كل شيء واخترنا كل هدول، ما بقى غير انه شو نعمل، له مثلا التالي وانشاء الاعلان وخلص، بروح الاعلان باتجاه المعاينه والموافقه والجدولي والنشاط. مفهوم؟ في حد عنده اي سؤال على الشبكه الاعلانيه قبل ما ننتقل لنوع جديد من الاعلانات؟ اذا كانت عندكم ميزانيه بتسمح اتبعوا اعلان الصور المنتجه، اذا كانت ميزانيتكم ما بتسمح اتبعوا اعلان الصور العادي. تمام؟ هلا استاذ، في سؤال زاد سألتك اياه امبارح على موضوع بصفحات المؤثرين والمشاهير، هل شيء فينا نعمله احنا تلقائي من قبل، من خلال خيارات الاعلان نفسه، ولا لازم نحكي مع المشهور نفسه ونحكي مع المؤثر نفسه؟ ما فهمت سؤالك شو هو، ممكن امبارح تعطيني سألتك تفصيل؟ سؤال انه احنا الاعلان بنعمله مثلا على جوجل او على الانستا او على الفيسبوك، ما فينا نحن نحط خيار انه يظهر داخل صفحات المشاهير او المؤثرين، وليس فقط من صفحات الاكسبلور او اللي بسموها المشاهدي العامي. قصدك بالنسبة لإنستغرام؟ ايه هلا في شيء اسمه المواضيع، جايين عليه بس احنا هذا الموضوع، بس اذا بتلاحظ مثلا بالجوجل امبارح انه كان ايه فينا نشر اعلاننا بقنوات معينه، جنب قنوات معينه، جنب مواقع معينه، جنب مواضيع معينه، صح ولا لا؟ بتتذكر هاي امبارح بالضبط كنا، بالضبط، صحيح كلامك، بس انا قصدي انه كمان المؤثرين والمشاهير عندهم قدرة ايه تأثير عالية، طبعا فاحنا هدول فينا طبعا نحط عندهم الاعلام بقلبه بدون ما نسألهم. طبعا قصدي بدون ما نساله، لا لا، هدول المؤثرين والمشاهير اللي انت عم تحكي عنهم، نحن بالنسبة هلا لموضوعنا انه عم نحكي باعلانات الجوجل، جائز يكون عندهم شو؟ يكون عندهم يا ما ويب سايت مثلا، نخلي ايه اعلان. طبعا اذا كانوا هن سامحين باعلان الجوجل، اعلانات جوجل بالويب سايت تبعهم، انتبه. يا ايوه اما عندهم قناة على اليوتيوب مثلا، هالقناة على اليوتيوب ممكن انه نخلي اعلاناتنا تظهر بقى. فهمت عليك. طيب هلا رح ننتقل لنوع جديد من الالات، ونسكر هذا طبعا كلياته ما بدنا اياها، وبناخذ حملة جديدة، ماشي، حملة جديدة، وطبعا بنروح على إنشاء حملة بدون تلقي إرشادات متعلقة بالهدف أو بدون تحديد الهدف، ماشي. وبنروح هون على فيديو، تأنى على الفيديو، بيعطينا هلأ الاحتمالات الممكنة. معانا يا أنسي ولا تعبانة؟ طيب ماشي، هلأ بدنا نحكي عن مجموعة من أنواع إعلانات الفيديو على اليوتيوب، بس يا ريت شوي هيك يعني تركزوا معي، ماشي. أول نوع، هذا جديد، ها، على فكرة مرات مشاهدة الفيديو. يمكنك جذب المشاهدات والتفاعلات من المستخدمين الذين يرجح أن يفكروا في شراء منتجاتك أو منتجات علاماتك التجارية أو خدماتك يعني اللي أنت بتقدمها، بغض النظر. لن تدفع أي رسوم إلا ما عند إلا عندما يختار مستخدم مشاهدة إعلان. يعني بمعنى آخر، إجاك زر التخطي، إجا زر التخطي كبس عليه، فهو لا يعتبر أنه شاهد إعلانك نهائي، ماشي، الا لحتى يشاهد الاعلان كلياته، فهون انت بتدفع رسم على مشاهده اعلانك. تمام هيك؟ مفهومه هي النقطه؟ يعني انت ما بتخسر شيء نهائيا بحاله انه واحد شاهد اعلانك جزئيا، لازم يشاهد اعلانك كلياته لحتى انت تدفع تحاسب.
يمكن ان تظهر اعلانك على شكل اعلانات قابله للتخطي. طيب هلا بدنا نحكي عن شغله. في عندك شيء باليوتيوب اسمه الاعلانات القابله للتخطي، او يسموه سكيببل فيديو او سكيببل ادز. بمعنى اخر انه انت تفتح مثلا، فتحت اليوتيوب كبست على مقطع فيديو معين انت بدك تتفرج عليه، ولا ما بيظهر لك المقطع فورا، بيظهر لك اعلان بعد 5 ثواني، بيظهر زر بسموه زر سكيب او زر التخطي. ماشي، هذا اعلان بسموه اعلان قابل للتخطي اثناء عرض الفيديو، او اعلانات ضمن الخلاصه. شو معنى اعلانات ضمن الخلاصه؟ اذا فتحنا خلاصه، الخلاصه يعني انا ضد اللغه العربيه لانه الترجمه سيئه جدا. الخلاصه يعني الموجز، انتبه، يعني موجز اليوتيوب. فاذا فتنا مثلا هون على اليوتيوب من قلب هذا الموقع، ماشي، كبسنا على اليوتيوب، هاي الصفحة هاي اللي انتم شايفينها شو اسمها؟ هاي الصفحة اسمها الموجز، اسمها الموجز. ولاحظوا انه عنوان هاي الصفحة هو youtube.com، ماشي، youtube.com، ماشي. فهاي هي الصفحة الموجز. هلا انتم افتحوا من موبايلاتكم، من موبايلاتكم افتحوا اليوتيوب. هلا اعملوا تجربة سريعة من موبايلاتكم، افتحوا اليوتيوب، ماشي، راح تلاحظوا انه ضمن موجز اليوتيوب في عندكم فيديو اعلاني موجود ضمن الموجز، مو غير الفيديوهات الاعلانية انك انت بتيجي تفتح فيديو ولا بيطلع لك اعلان، ما بدنا هذا النوع. في عندك نوع ثاني، انك انت اذا فتحت هلا موبايلك كبس على اليوتيوب، ماشي، بقلب الموجز راح يظهر لك اعلان، بقلب الموجز ضمن موجز الفيديوهات راح يظهر لك فيديو اعلاني. امبارح كنا عم نحكي انه ضمن موجز الفيديوهات راح يظهر لك اعلان شبكة مرئية صورة، صح، وراح يظهر لك كمان فيديو اعلاني. شو رايكم هلا اذا بدكم تجربوا هاي التجربه وتشوفوا بعينكم هذا الموضوع؟ جربوا هلا وافتحوا باليوتيوب، راح يطلع لكم فيديو اعلاني ضمن الموجز، ضمن الموجز، ماشي. طيب هلا بنرجع شوي للجوجل ادز. اذا اعلانك قابل اثناء عرض الفيديو، لاحظ اثناء عرض الفيديو، يعني مثلا انت شغلت فيديو معين ولا طلع لك اعلان وزر تخطي، اوكي كويس. طيب لا، او حتى كمان ممكن انه يكون اعلانك ضمن الموجز تبع اليوتيوب. طيب وحتى كمان ممكن اعلانك يكون ضمن القصص الشورتس او المقاطع القصيره على اليوتيوب. طيب وين هاي الشورتس المقاطع القصيره؟ تعال نشوفها وين صايره. لاحظوا هاي هي الشورتس، ماشي، واللي هي رديف الريلز بالفيسبوك والانستغرام، يعني بس بسموها باليوتيوب شورتس او المقاطع القصيره. بس هي كفكره، كفكره بحد ذاتها هي نفسها بحذافيرها الريلز بالفيسبوك والانستا، مفهومي؟ ماشي. فكمان فيديو تبعك الاعلاني اللي انت بتحطه بهذا النوع، اول واحد عم نحكي عنه، بيظهر كمان ضمن الشورتس، ضمن الشورتس، ماشي. فهلا انت كمان فوت على موبايلك، طالع الشورتس، دور على الشورتس، بتكون هيك شكلها مستطيلات عموديه، مو هدول، هدول لاحظوا غير هدوليكي، هدول قصص الشورتس، ماشي. راح تلاحظوا انه وحده منهم شو بتكون؟ بتكون اعلان، اعلان فيديو، فيديو اعلان، تمام. اذا صار في عندنا هلا 3 مواضع للاعلان، اعلان اذا انا اخترت هالفيديو بدي اتفرج عليه بيطلع عليه اعلان، تمام، وضمن هالفيديوهات بالموجز او بالخلاصه بيطلع لي كمان اعلان، تمام. طيب الحاله الثالثه انه ضمن الشورتس، خلينا نشوف هون، لاحظوا هلا ضمن الفيديوهات، ضمن هاي الشورت، ها لساتني بالشورت انا عم بشتغل، عفوا عفوا، انا لساتني بالموجز، انا عم بشتغل بقلب الموجز، انا هلا عم جول بقلب الموجز، لاحظوا، ولا فجاه توقعت على اعلان ليك، وهذا هو، لاحظوا شو مكتوب تحته؟ سبونسر، سبونسر، ماشي. هلا فينا نشغله لهذا الاعلان، طبعا هذا الاعلان زر الاجراء فيه اللي هو ابلاي ناو، طيب ماشي. فهيك بتصير فيكم. هلا الحاله اللي بعدها، الحاله اللي بعدها شو هي؟ شورتس، انه يظهر اعلانك ضمن الشورتس، مقاطع الفيديو القصيره، مقاطع الفيديو القصيره، تمام. طيب نرجع شوي للجوجل ادز. اذا ممكن هذا النوع من الاعلانات انه يظهر بالموجز وبقلب الفيديو اللي انت اخترت انك تشاهده وضمن الشورتس، ماشي، هذا النوع من الفيديوهات. ونوع هذه الفيديوهات كلها بتكون اعلانات قابله للتخطي. كلمه قابل للتخطي سكيببل فيديو، سكيببل فيديو او فيديو قابل للتخطي، ماشي. لكن ميزه هذا النوع من الاعلان اذا ما شاهده الواحد كله ما بتدفع انت شيء، ما بتخسر شيء، ماشي. اذا بالتالي هذا النوع ممتاز، هذا النوع بيرفكت، ممتاز فعلا، ممتاز هذا النوع من الاعلانات. طيب
هلا بنيجي الى مدى الوصول الفعال. يمكنك الاستفاده الى اقصى حد من ميزانيتك للوصول الى الجمهور باستخدام اعلانات الملصقات الصغيره والاعلانات القابله للتخطي. مين بيعرف شو هاي اعلانات الملصقات الصغيره؟ بس شو اسمه بالانجليزي؟ والله لا، هي هاي الاعلانات الملصقات الصغيره انا ما بتطلع عندك شو اسمه، ما بتطلع عندك بالموبايل، بتظهر بس بالكمبيوتر. وما عاد ظهرت بنوب، ما عاد حد لجأ لها، بيظهر هيك جمله على الفيديو وفي جنبها اشاره ضرب، بتكبسها بتروح. وهاي الجمله اذا كبست في اخرها ريد مور او استكشف المزيد او اضغط لمعرفة المزيد، يعني زر اجراء، وبتكون شفافة شفافة هيك، ما يعني بتقدر تشوف اللي وراها شفافة. ماشي، هذا النوع بسموه الاعلانات شو اسمها الملصقات الصغيرة هيك، عرفت شلون؟ وفي عندك نوع ثاني كمان، فيديوهات قصيرة جدا مدتها 6 7 ثواني، بسموها البمبر فيديو. مين بيعرف البمبر فيديو؟ شو البمبر فيديو؟ البامبر فيديو هو عبارة عن فيديو تعريفي للشركة مدته 6 7 ثواني فقط، ما أكثر. شركة كذا كذا لصناعة كذا كذا فقط، انتهى. أو شركة كذا لتقديم خدمات كذا وخلاص، السلام عليكم، بس ما في شيء. هذا النوع من البامبر فيديو بكون ما في داعي لزر التخطي فيه، لأنه هو أصلاً كلياته على بعضه 6 7 ثواني، يعني شو بدك تتخطى فيه؟ ماشي؟ فبيطلع كامل. مثل ما قلت اللي بيسووا جيتي وترند، يعني غصب انا بتشاهد كل فيديو حتى بعدين يروح لحاله. هلا نحن جايين عليهم هذول، ها على فكره لسه جايين عليهم. وكمان اصلا الاعلانات القابله للتخطي ايضا اثناء عرض الفيديو، يعني اذا شغلت فيديو بيطلع لك هذا الاعلان القابل للتخطي الفيديو، وكمان بيظهر لك ضمن الخلاصه او ضمن الموجز، مشان ما حد يستغرب شو معنى كلمه خلاصه، الموجز الرئيسي تبع اليوتيوب. والاعلانات على شورتس ايضا، اذا هذا كثير بيشبه هذا من حيث الـ يعني الـ العناصر والمواصفات اللي فيه، بس بيفرق عنه انه الملصقات الصغيره، اعلانات الملصقات الصغيره، ماشي، فيك تحط اعلانات ملصقات صغيره وما يعني اللجوء لها قليل جدا، ماشي. واعلانات البمبر فيديو، والاعلانات البمبر فيديو ما هو فيديو، وبالتالي ما في اختلاف كثير كبير بين هاي وهاي. طيب هلا نجي لهون، عدد مرات الظهور المستهدف تتيح لك هذه الحمله الوصول الى المستخدمين انفسهم أكثر من مرة. ها كويس كثير. إذا في عندنا ميزة جديدة هلا هون دخلت على الخط، إنك أنت فيك تختار من خلال هذا النوع من الإعلانات كم مرة هذا الشخص لازم يشاهد الإعلان نفسه باليوم. يعني لو فرضنا إنه أنا زلمة قاعد 24 ساعة على اليوتيوب، أنت ممكن هلا تبرمج لي كم مرة لازم أشوف هذا الإعلان بهاليوم. ممكن تعطيني 10 مرات تشوفه، ممكن تعطيني مرة واحدة فقط، وبالتالي أنا لا أملك فرصة إني أشوف الإعلان غير مرة واحدة، وبس إني شفته مرة واحدة ما عاد تشوفه الا بعد 24 ساعه، يمضي يوم كامل لحتى ترد تشوف هذا الاعلان مره ثانيه. باستخدام الاعلانات القابله للتخطي اثناء عرض الفيديو، فقط اثناء عرض الفيديو، ماشي، اثناء عرض الفيديو، او غير قابله للتخطي اثناء عرض الفيديو. اذا هلا هون دخل كمان تغيير جديد ثاني، شو هو؟ انك انت ممكن تحط فيديوهات تكون غير قابله للتخطي، يعني انسكيبل فيديو، انسكيبل فيديو، ماشي. لكن شرط الاساسي للانسكيببل فيديو ان لا يتجاوز طول هذا الفيديو اكثر من 15 ثانيه. هلا راح تشوفه، ماشي، اذا فقط 15 ثانيه انسكيببل فيديو، يعني انه مثلا بيجي بيفتح الواحد الفيديو، بس انتبهوا هدول كلياتهم ببدايه الفيديو، يعني انت شغلت المقطع بيطلعوا لك، انت شغلت مقطع فيديو بدك تتفرج عليه باليوتيوب طلع لك اعلان اما انه يكون غير قابل للتخطي او قابل للتخطي، ماشي. طيب غير قابل للتخطي ضمن البث، شو المقصد فيها؟ ها هون شيء ثاني، انت عم تتفرج على مقطع فيديو بقلب اليوتيوب وصار لك فتره عم تتفرج عليه لهذا المقطع، مضى عليك نص ساعه او ربع ساعه، نفرض انه هذا مقطع طويل عم تتفرج عليه، مضى عليك مثلا فتره انت عم تتفرج على هذا المقطع، ما بتلاقي الا وقف المقطع واجى اعلان، وهذا الاعلان من النوع غير قابل للتخطي، انسكيببل. ما بعرف اذا صايره معكم، بس بتصير كثير بالمقاطع الطويله، مقاطع الفيديوهات الطويله اكثر شيء بتصير، فبتلاحظ انه وقف الاعلان وطلع لك فيديو لمده 15 ثانيه، انت مجبر انك تضلك 15 ثانيه عم تتفرج عليه لهذا الفيديو. تمام؟
وطبعا لا يسمح بهذا النوع من الفيديوهات انك تتجاوز ال 15، اقل من 15 ثانيه اتس اوكي ما في مشكله، فوق ال 15 ثانيه لا ممنوع. تمام؟ وامتى بيظهر هذا الفيديو؟ ضمن البث، يعني مو اول ما بتحط مقطع بدك تشوفه بيجي بيطلع لك هذا الاعلان، لا، بعد ما بتكون انت تفرجت مثلا قضيت وقت معين وانت عم تتفرج على الفيديو بتلاقي بوقف هذا الفيديو بيطلع لك الاعلان، فضمن البث. مفهومي هاي النقطة؟ طيب، زيادة الإحالات الناجحة، يمكنك الحصول على مزيد من الإحالات، من الإحالات الناجحة مع إعلانات فيديو مصممة لتشجيع التفاعلات القيمة مع نشاطك التجاري. ماشي؟ إذا هون بهذا النوع من الإعلانات بتروح الخوارزميات باتجاه الناس اللي عندهم رغبة إنهم يقوموا بإجراء معين، شراء، تصفح، اشتراك، وضع منتج، يعني هالأمور هاي كلها. هلا نيجي لتسلسل الإعلان، وهذا النوع خاص جدا وما بعرف اذا مر عليكم، انا مر علي بس مرات قليله. هذا النوع انه مثلا انت بتحط ثلاث اربع خمس فيديوهات، ماشي، بتحطهم كلياتهم ضمن سلسله وحده، ف ويبرمج الاعلان انه اللي بيشوف الفيديو رقم واحد يا يوتيوب فرجيه الفيديو رقم اثنين، واللي شاف الفيديو رقم اثنين يا يوتيوب فرجيه الفيديو رقم ثلاثه، واللي شاف الفيديو رقم ثلاثه يا يوتيوب فرجيه الفيديو رقم اربعه، وهكذا. ايمتى بنعتمد هذا النوع من الاعلان؟ اذا انت حابب انك تحط تكتب قصه حياتك مثلا، ماشي، انت انسان يعني مؤثر ومشهور وكذا وناجح وحققت نجاح معين بحياتك وحابب انك تكتب قصه حياتك مثلا، بدل ما تروح تحطها مقطع طويل، لا، حطها على شكل مقاطع مجتزاه، مثلا كل مقطع 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق، ماشي، وتحكي فيهم انت عن هذا، وكل واحد مثلا شاف هالمقطع هذا الاولاني يعني من اوله لاخر، يعني مثلا يا يوتيوب اذا في شخص من الاشخاص شاف هالمقطع الاول من اوله لاخره نقوله على المقطع الثاني، واذا شاف المقطع الثاني من اوله لاخره نقوله على المقطع الثالث. بالفعل بتلاقي انت عم تتابع اليوتيوب، تفرجت على هذا المقطع خلصته كلياته، بعد شوي ما تلاقي الا عم تتابع اليوتيوب ولا طلع لك مقطع ثاني عم يكمل المقطع الاول، ايه العفو، ما تلاقي الا بيطلع على مقطع ثاني عم يتابع من نفس النقطه اللي انتهى عند المقطع الاول. ماشي؟ وطبعا هذا النوع من الاعلانات فيك تبرمجه بطريقه معينه، انه مثلا يا يوتيوب اللي شافوا المقطع رقم واحد نقول لهم على المقطع رقم ثلاثه، واللي شافوا المقطع رقم اثنين نقول لهم على المقطع رقم اربعه، وهكذا، يعني فيك انت تتحكم بطريقه سرد وتسلسل الفيديوهات حسب انت ما بدك. هذا صوت في اعلانات صوت فقط، لا شفته ولا حضرته ولا مرقت عليه، لذلك انا اعتبره كانه ما ممكن. مفهوم لحديت هون؟ ايه تمام استاذ مفهوم. ناخذ اول وحده، هاي مرات مشاهده الفيديو له متابعه، طبعا بيعطينا بيطلب مننا اسم لهاي الحمله، راح نعطيه اسم حمله مثلا يوتيوب اعطيناه هذا الاسم المميز ل الحملة الإعلانية. طبعا استراتيجية عرض الأسعار هون ما ننفع لنا بهذا النوع، بهذا النوع بأنواع ثانية ممكن أنكم تحطوها، لكن بهذا النوع غير مفعل، لذلك بنتجاهله وبنمشي. بنيجي هلا الميزانية، هلا هون أعطيناك خيار أنك تختار بين إجمالي الحملة أو ميزانية يومية. ماشي، إجمالي الحملة بتعطيها للحملة، ميزانية إجمالي إذا كنت بدك تنظم هيك ميزانيتك أكثر، تكون منتظم كل يوم بيومه، بتختار ميزانية يومية، مثلا بتحط كل يوم 1000 ليرة تركية، ماشي، وطبعا أكيد لاحظ إنه تاريخ البدء وتاريخ اليوم، تاريخ الانتهاء بلا بدنا نعدل، بنحط له مثلا من هون بنختار تاريخ انتهاء أو بنتركها ماشي على حالة غير محدد، ولما بدنا نوقفها للحملة الإعلانية ممكن إنه نوقف. هلا بالنسبة للشبكات ممكن إنه نختار تركيا أو ادخال موقع آخر ونقول له بحث متقدم، ماشي، وممكن من هون انه نفوت مثلا على احد المدن، طبعا بناخذ مثل ما قلنا النطاق الجغرافي، بنختار 20 كيلومتر او مثلا بنختار 25 كيلومتر، ماشي، وبنعمل اسقاط لمين بنعمل اسقاط؟ طبعا اخترنا النطاق الجغرافي، الموقع الجغرافي، النطاق الجغرافي ميل، بناخذ كيلومتر بس لسه ما ظهرت هاي، ايه طبعا هون ما بدي اديك بالفيسبوك، عفوا، بناخذ 20 25 لا والله في مشكلة،
المشكلة ما عم يظهر الدبوس، الدبوس ما عم يظهر، بس ما من عندي هاي يا جماعة، أنا ما دخلت، سامحونا سامحونا إذا ما ظهر الدبوس المرة. عم نقول له إذا ما والله ما عم يظهر. طيب بلا، راح ألغيها كلها، نلغي كل هاي القصة، لا حتى ما عم تقدر نقدر نطفيها يعني. نقول له إلغاء من هون، معلش هلا مرض، نقول له بحث متقدم من هون، تمام، انه هذا اسقاط الدبوس. طيب ماشي اوكي، طبعا بنقول له النطاق الجغرافي، نشوف ظهر هذا ما ظهر، كيلو متر 25، ما عم يظهر. هاي طريقة إفلات الدبوس، ما في مشكلة، كويس إنكم أنتم أخذتوا فكرة سابقة عنا، هي خطأ يعني، سيستم مو من عنا، ماشي، كويس إنكم أنتم أخذتوا فكرة عنا سابقا وخلص بتعرفوا اللغات. ممكن إنه مبدئيا أعطينا جميع اللغات، جميع اللغات، لا ما بدي جميع اللغات، ماشي، راح أختار لغات معينة، مثلا هقلبه، طبعا ما فينا إنه نقلبه عربي هون، فبدنا نضطر إنه نبحث عن العربي بحث، لأنه اللغة العربية مو مضبوطة، فاخترنا اللغة العربية. بمعنى آخر انه انا اخترت الموقع تركيا، ولكن اخترت الاجهزه العربيه فقط، ماشي، فحصرت اعلاني فقط بالعربي. لاحظوا انه هلا هون بيقول له مرات، لاحظ مثلا، مثلا على سبيل المثال انه مثلا ضفنا لغه ثانيه، رح نضيف لغه ثانيه مثلا الفرنسيه، لاحظوا هون شو بصير، 1.6 مليار عدد مرات ظهور هذا الاعلان، 1.6 مليار. لكن اذا لغينا اللغه الفرنسيه، لاحظوا صار 1.5 مليار. فانت كل ما حصرت زبائنك بلغه معينه بتلاقي بيقل. هذا لسه ما رحنا على الاهتمامات وكذا والاعمار وتحكمنا فيهم، ماشي يعني، بس نتحكم بهالشغلات لسه رح يقول له اكثر، تمام. طيب هلا لحديت هون هيك مفهوم الامور، طيب هلا بنيجي لفيديوهات ذات صله. طبعا شو رايكم مثلا انه تحت هالفيديو الاعلاني، تحته مباشره، يعني انت اخترت مثلا الفيديو الاعلاني، اخترت الفيديو الاعلاني، قام جا طلع لك اعلام مثلا، لاحظوا ظهركم هذا الاعلان. هلا اذا انتقلنا لهون، لاحظوا انه بيظهر لكم لا، ما هذا ما نوع عامل، هاي ما نوع عامل هالموضوع، هذا ما نسوي هالموضوع، بس هلا بشرح لكم اياه، ماشي. طبعا هون في عندنا سكيب، لاحظوا ظهر سكيب، وهي الاعلان هيك ظهر بهالطريقه. طبعا في بعض الحالات ممكن بعض الفيديوهات بيظهر تحتها فيديوهين اضافيين لنفس هاي القناه، لنفس هاي القناه، شايف، لنفس القناه اللي بينتمى لها هذا الاعلان، نفس القناه اللي بينتمى لها هذا الاعلان. هلا رح نشوفهم شوي شو المقصد فيهم هذول، لاحظ هلا هون شوفوا هاي الفيديو هون اللي انتم عم تعملوا اعلان. طيب شو رايكم يظهر تحت الفيديو فيديوهين اضافيين؟ هدول الفيديوهين الاضافيين كمان بتضمنوا مواضيع قريبه لموضوع هذا، وبالتالي بشجعوا الشخص اللي شاف الاعلان انه شو يشوف هدول الفيديوهين، بينتبه لهم انه تحت، فممكن انه يكبس عليهم ويفوت يتفرج عليهم، لانه فيهم موضوعات اضافيه يعني عن نشاط هالشركه، عن الخدمات اللي بتقدمها هاي الشركه كذا، فمفيدات جدا هدول الفيديو، ماشي، مفهوم. فاذا بدك انت مثلا تحمل هدول الفيديوهين، تحمل هدول، بتبحث عنه. طبعا شلون نبحث عن الفيديو؟ نبحث دائما عن اي فيديو من خلال رابط اليو ار ال تبعه. فمثلا انا بدي افوت على قناتي على اليوتيوب، لاحظ فوت على قناتي على اليوتيوب هون، ماشي، طب شغل هذا الفيديو اللي هون، لاحظوا فوت على شريط المتصفح، هذا هو امتداد هذا الفيديو، يعني هذا اليو ار ال تبع هذا الفيديو، هذا هو اليو ار ال تبع الفيديو. فبرجع شوي مثلا لهون، حط اليو ار ال تبعه هون، انتبهتوا كيف بيظهر هذا الفيديو هون، تمام، بيظهر هذا الفيديو هون، وين بيظهر بالاعلان كمان، بيظهر هون، تمام. هلا هسه ما حملت الفيديو الاعلاني تبعي، انا عم بحمل بس هدول الفيديوهات المرافقه اللي له الاثنين هدول التحتانيات، فبحملهم عن طريق الامتداد اليو ار ال الكامل، مفهوم؟ ليش؟ لحتى اشجع الزبون اللي عم يشوف الفيديو تبعي هون انه يشوف هدول الفيديوهات كتتمه للاعلان، وبنفس الوقت هدول الفيديوهات فيهم شرح اكثر عن النشاط التجاري، عن الخدمات او المنتجات اللي انا بقدمها. طيب هلا بنقول له الغاء ما بدنا من هون، فبسموها فيديوهات ذات صله، ماشي.
طيب هاي خلوها مفعلة، تحقيق المزيد باستخدام إعلانات فيديو متعددة خلوها مفعلة جيدة بس. طب هلا بنيجي لإنشاء المجموعة الإعلانية، ناخذ فيديو مثلا كذا، راح أقول أنا بليمسل مثلا، بس سميتها لهي المجموعة الإعلانية بهذا الاسم. هلا بنيجي عاد للاستهداف، الخصائص الديموغرافية، طبعا ممكن نختار ذكور الناس وغير محدد، العمر، خليني انا عم بستهدف مثلا جيل الشباب باعلاني، فبدي اختار هالمجال. لاحظوا كانت 1.6 1.5 مليار، صارت 690 مليون، يعني طار مليار كامل بهالعمليه، بس لاني روحت شوي من هذول. هلا انا ما بدي اياه ليس احد الوالدين او غير معروف فقط، او ليس احد الوالدين ما بدي اياه، بس هاي لاحظوا صارت 460 مليون. كل ما حددته شوي اكثر، حصرت جمهوركم اكثر، كل ما نقص عدد مرات الظهور مثل ما انكم شايفين. بالتالي هذا الشيء بينعكس عليكم بالتكلفه، بتنخفض التكلفه. ماشي؟ طبعا هلا بناخذ شرائح الجمهور، بنبدا عاد نحط الاهتمامات، بنبحث بالاهتمامات هون. مثلا عم يقول لي، عم ينصحني جرب الاشخاص الذين جددوا المنزل مؤخرا. هدول الاشخاص الذين جددوا ما بديهم، طبعا باخذ هدول التنتين. ماشي؟ لاحظوا صار عدد مرات الظهور 53 مليون فقط. بس خالص. ماشي؟ مفهوم؟ طيب. هلا اذا نزلنا هيك شوي لتحت، شغلوا لي ميزه الذكاء الاصطناعي هون عن طريق توسيع نطاق الجمهور. هاي ميزه الذكاء الاصطناعي هون، وسعوا لي نطاق الجمهور، رجاء انتبهوا لها لهي الميزه وشغلوها رجاء. ماشي؟ طيب هلا ننزل هون لتحت، اذا هلا هون توسيع نطاق الجمهور، انه هون يعني يقول لي شو رايك استخدم الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق جمهورك؟ بقول له اوكي، بس هي مشكله الذكاء الاصطناعي انه كل نوع تطلع لك شكل. يعني كانت مثلا تظهر بالشبكه المرئيه بالديسبلاي باسم تحسين محسن وكذا، وتظهر بهذيك بشكل، وهون بتظهر بشكل اخر، بس هي كلها ترى الغايه. هلا بنيجي للكلمات الرئيسيه، حكينا عن الكلمات الرئيسيه بالنسبه لها او كلمات المفتاحيه، ممكن انه نحن ندخل موقعنا الالكتروني. ماشي؟ هلا اذا ما استجاب لموقعنا الكود، ممكن انه نحن ندخل منتجات معينه، نكبس انتر، لاحظوا بحس لهم ما اعطاني، فباخذ مثلا، او انا ذات غلطان يعني. طيب هلا بدي اقول اونلاين شوب مثلا، اونلاين شوب. ماشي؟ بكبس انتر، بيعطيني لاحظوا كلمات مفتاحية. تمام؟ ممكن اني اختار كلمات مفتاحية معينة حسب طبيعة نشاطي، بتظهر هاي الكلمات المفتاحية هون. ماشي؟ وهيك بنكون دليتكم على طريقة لبحث عن الكلمات المفتاحية الخاصة بنشاطكم التجاري، ممكن تستعينوا فيها وتلاقوها موجودة. بتلاقوا شيء بالعربي، شيء بالانجليزي. فالعربي بتحطوا له نسخة الموقع بالعربي، والشيء الانجليزي بتحطوا له نسخة الموقع بالانجليزي. مع الانتباه والتأني باختيار الكلمات المفتاحية، كترتها ما منيحة. انتبهوا، يعني الكلمات المفتاحية الرئيسية وتتطابق تماما مع نشاطك التجاري والأكثر رواجا. انتبهوا، لاحظوا عم يعطيك هون مدى الصلة بالموضوع، فخلي صلتك بالموضوع تكون أعلى شيء. 84% متصلة بالموضوع، تسوق إلا هاي 80%، ما والله بنروح لهدول مثلا 43% قليل، لا خلي الصلة تكون قوية. تمام؟ هلا بنيجي لإنشاء الإعلان الفيديو، عفوا 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 سوري، بنيجي للمواضيع. طبعا شو هي المواضيع اللي بدك اعلانك يظهر فيه؟ اي نوع من انواع المواضيع بالذات؟ مثلا انا راح اكتب له بحث، يعني مثلا شوبينج او اونلاين شوبينج. اونلاين شوبينج، ماشي؟ وبنبحث بهالمواضيع. مثلا عم يقول لي انه مواقع للتسوق، يعني الناس اللي جنب مواقع الكترونيه خاصه، يعني جنب متاجر الكترونيه. يعني مثلا كل شيء فيه قنوات، مقاطع فيديو إلها علاقة بهالموضوع، حط لي إعلاني بحيث إنه يظهر هون. تمام؟ شو رأيكم في هاي الفكرة؟ طبعا بدنا نبحث عن شيء ثاني؟ إيه، ممكن إنه نبحث عن شيء ثاني، مثلا شوبينج. تسوق، الناس اللي بتحب تتسوق بشكل عام، يعني التسوق بشكل عام إله علاقة، وين في قنوات فيديوهات إلى علاقة بالتسوق؟ ممكن إنه أنا أحط إعلان بحيث إنه يظهر فيديوهات ضمن هالفيديو. انتبهوا أنا عم بعمل إعلان فيديو هنا. ماشي؟ طيب هلا هيك وهكذا، نساء، تسوق. ماشي؟ في عندكم كثير، بتختاروا مثل ما بدكم، لاحظوا قد ما بدكم تختاروا، بس طبعا كثرة الاختيارات ما منيحة، يعني خلوا اختياركم مركز حسب
شو انتم شو بدكم بالتحديد؟ هلا مواضيع الاعلام ما بدكم تتركوها فاضي، مواضيع الاعلام هلا حكينا بالمواضيع، يعني شو في مقاطع فيديو عم تحكي، عم تحكي هاي المقاطع الفيديو عن التسوق ماشي، وعن مواقع الالكترونيه او متاجر الكترونيه، حطوا لي مقطع بألبوم، حطوا لي مقطع الفيديو الاعلاني تبعي بألبوم، تمام. هلا هون في عندنا مواضع، هنيك مواضيع، هون مواضيع، وين بدك اياه يظهر؟ بدك يظهر هذا بقنوات معينه او فيديوهات معينه، بقنوات يوتيوب معينه، ايه تمام، بدي اياه يظهر بقنوات يوتيوب معينه، مثلا فاشيون. انا عم بيع ثياب، مثلا ناخذ فاشيون، نبحث عفوا هون فاشيون، مثلا اخترنا فاشيون، فهون هلا بيعطيني كل القنوات اللي لها علاقه بالفاشيون. هلا ممكن انا طبعا مو كل قناه بدي اختارها، لا هذا غلط، بدي اختار قنوات تكون مثلا عربيه، تكون كذا، تكتب بالعربي بتجرب تشوف قنوات عربيه، قنوات بزو، يعني مو انه اي موقع هو مناسب لا اعلان، او اي قناه عفوا هي مناسبه، لا انتبه للنقطه. هلا بدك فيديوهات معينه، ايه تختار فيديوهات معينه، تبحث عن هاي الفيديوهات، مثلا نتيجه الفيديوهات، لاحظ هو اعطاني مباشره فيديوهات لها علاقه، مثلا لا نبحث عن فاشيون، مثلا الفيديوهات الخاصة بالفاشيون ماشي، فيديوهات لاحظوا أعطاني هدول الفيديوهات كلها خاصات بالفاشيون، تمام. طيب مفهوم، فأنتوا بتختاروا مثلا أينو قناة من هالقنوات بتكون إعلانكم، أو أينو فيديو من هالفيديوهات، هاي كلها فيديوهات وليست قنوات، توا اخترنا قنوات خلصنا، بس تختاروا أينو فيديو من هالفيديوهات بتكون إعلاناتكم بيظهر فيها، يعني بحيث إنه يخلوا اليوتيوب يركز على ظهور إعلاناتكم بهالفيديوهات، فكل ما واحد كبس على هذا الفيديو بده يتفرج عليه بيطلع له اعلانكم. بس طبعا هذا الشخص بده يكون محقق شروط اخرى، انه ضمن العمر اللي انت اخترته، ضمن البلد اللي انت اخترته، صح ولا لا؟ يعني مو والله اذا واحد فات من الدنمارك شغل هذا الفيديو يجي يطلع له اعلاننا، لا، اصلا نحن ما اخترنا اعلاننا انه يطلع بالدنمارك، اخترنا اعلاننا انه يطلع بتركيا، فبيكون الاشخاص اللي عم يفوتوا من تركيا بدهم يتفرجوا على هاي الفيديوهات بيظهر لهم الاعلان تبعنا. تفضل اللي عنده سؤال. أستاذ نقدر نبحث بالعربي أو نبحث عن قنوات طبعا عربية؟ طبعا طبعا طبعا، لا انا لا، انت لا تبحث غير بالعربي، لا تبحث غير بالعربي، بس انا عم يعني لا ايه ايه بس لانه أكتب انا بالعربي؟ ايه ايه فيك تبحث بالعربي وفيك تبحث بالانجليزي، انا بنصحك تبحث بالعربي كونه انت اعلانك موجه للعرب، بس انا شو القصد فيه، لانه الكيبورد عندي انجليزي بس عم اشتغل، تمام. تمام. هلا اخترنا القنوات وكذا، هلا بنيجي على اخر شيء لانشاء الفيديو، لانشاء فيديو اليوتيوب طبعا، هي لا شو لا لا لا، لا. نيجي لهون بناخذ هالفيديو، بناخذ هالامتداد هذا تبعه، لاحظوا هذا الفيديو تبعي على قناتي اللي يكون فاتحه انا، وباخذ هالامتداد تبعه وبروح لوين، بروح على هون وبحط هذا الامتداد، لاحظوا اعطاني اياه للفيديو، ليش اعطاني اياه للفيديو؟ ليش ما رفضوا؟ هلا بدي واحد منكم يعطيني جواب، مستحيل انا ما راح اجاوب، بعثه واحد منكم يعطيني جواب. نعم، ليش قبل هذا الفيديو؟ يعني ليش رب ما رفضه؟ لأنه انطبق الشروط مدة مناسبة. ما من... نحن ما نحن ما لنا مختلفين انه الفيديو مطابق للشروط، اوكي الفيديو مطابق للشروط، بس ممكن يكون في فيديو ثاني بقناة ثانية مطابق للشروط وما يرضى يحطه، ما يخليني احطه بقناة ثانية غير هاي القناة، ممكن بقناة مدة ثانية، تكون سبب. لا لا انتبه لسؤال، ممكن يكون في فيديو تاني نفس هذا الفيديو حاطه انا بقناة تانية وجيبه من قناة تانية بدي انشره هون، ما يرضى، ما ياخذ الجوجل ادز، ما يرضى في الجوجل ادز، بس هذا الفيديو من هالقناة بالتحديد قبله، ليش؟ لا يعني انت اخترت هالقناة هاي بالتحديد اخذ منها الفيديو، اوكي قناة تانية ما راح يرضى يحط لك، بتحب تجرب اذا ما انك مصدق؟ رح نفوت على هاي القناة، تمام؟ بدي اخذ هالفيديو هذا تبعه احطه كوبي، لا لا لحظة شو لا يلو مين حطه؟ ما راح يرضى فيه هو هذا الفيديو، ما راح يرضى، ليش ما راح يرضى؟ ما راح يرضى، هلا اذا بالاخر كملته بده يقول لك انه هذا مرفوض، بده يرفض لك الاعلان، بس ليش هذاك بده يقبله وهذا بده يرفض؟
مشاهدات او المدة ما لا يتوقع. لا 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 ابدا. هلا هذا الفيديو في حال مشيته هيك بده يرفضه، بده يرفضه 100 مليون بالمية، عم اقول لك بده يرفضه. بس مثلا انت اخذت فيديو قناتك، تمام قناتي، بس انا شو عملت لهذا القناة؟ سويت اجراء لهذه القناة، أعطيت إذن لإعادة النشر؟ لا تفضلي شو قلتي؟ لا ربطتها بحساب الجوجل، ربطت لاني رابط هاي القناه بحساب الجوجل، ربطت هاي القناه بحساب الجوجل، شفتوها القناه كيف ربطناها بحساب الجوجل. تتذكروها لهاي النقطه؟ مين بيتذكر؟ ترى ما صار لزمان يعني. لا الان جاوبتني، بس يعني انا تمنيت انكم كلكم تجاوبوا. طبعا تتذكروا فتنا من هون ايه، واخذنا شيء اسمه يوتيوب ستوديو، صح؟ ايه بعد يوتيوب ستوديو فتنا على شيء اسمه سيتنج او اعدادات من هون، بعد ما فتنا على سيتنج اعدادات فتنا على شيء اسمه القناة تشانل، بعدين اخذنا من هون اعدادات متقدمة ادفانسد سيتنج، بعدين فتنا لهون قلنا له لينك اكاونت، لاحظوا ان في عندنا هون هذا هاي القناة مربوطة لك هو بحساب جوجل، فأعطاني الاي دي تبعه لحساب الجوجل اللي هي مربوطة فيه، تمام؟ وبالتالي هلا انت اذا اخترت اي فيديو ما راح يقبلوا الجوجل اصلا انه يعمل لك اياها، حتى ولو حطوا على مبدئيا ما راح يرضى، ثق تماما ما راح يقبل، تمام؟ طيب رحنا رجعنا لهون الفيديو، اخذنا هذا الفيديو، اوكي لاحظوا. هلا ممكن انك انت تضيف فيديوهات ثانيه على فكره، يعني يسمح لك انك تضيف فيديوهات ثانيه لاعلانك. طيب هلا بنيجي لنقطه مهمه جدا، طبعا بتضيف فيديو ثاني لنفس الاعلان ممكن يكون في له فيديوهين، انتبه ما في مشكله، يعني مو ضروري انه والله الفيديو يكون له اعلان واحد، الاعلان عفوا يكون له فيديو واحد، ممكن الاعلان الواحد يكون له اكثر من فيديو، بس طبعا كل شيء بحقه، يعني ما انه والله راح يكون سعره هذا. هلا هون رابط يو ار ال النهائي، طيب نيجي على رابط يو ار ال النهائي، بناخذ هذا الموقع تبعنا ماشي، وبنحط رابط يو ار ال النهائي، بنروح على الجوجل وبنحط هذا. طبعا هو هون عم يقول لي انه شو الانواع الموقع اللي عندك، انا بدايته ب HTTPS، HTTPS محمي بشهاده الاس اس ال، هلا ممكن انه انا احط هون هاي من دون HTTPS، ما في داعي ل HTTPS، بس سلاش www رواد دوت شوب، تمام؟ لانه حاطط لي هو ال HTTPS، بس انتبهوا لملاحظه مهمه هون. طيب لنفرض انه انا يوتيوبر عندي قناه على اليوتيوب، لا عندي موقع ولا عندي شيء، واجيت لعندكم قلت لكم بدي اياكم تعملوا لي اعلان، انسي انسي، انا يوتيوبر وجيت لعندك يا انسي، انت خبير التسويق الالكتروني، وقلت لك لو سمحت بدي اياك تعملي لي اعلان لفيديوهاتي على قناتي على اليوتيوب، انا ما لا عندي ويب سايت ولا عندي شيء، طيب انت شو راح تحطي هون برابط الموقع اليو ار ال النهائي؟ ممتاز ممتاز، هذا اللي بدي اياكم تعرفوه، انتبهوا يعني مثلا ايه، فبتحطوا هون رابط القناه تبعيت اليوتيوب، يعني مثلا اذا كان هذا الشخص ما عنده، وهذا النوع من الاعلانات بيقبل انه يعمل لك اعلانات حتى لو ما عندك ويب سايت، ماشي؟ هو طبعا الافضل انه يكون عندك ويب سايت، هذا مفروغ منه، بس يعني اذا كان غايتك تجاريه، يعني اذا كانت غايتك تجاريه لازم يكون عندك ويب سايت، بس يا اخي هذا الزلمه مو غايته تجاريه، هذا يوتيوبر صانع محتوى كذا، ففعلا ما بيلزمه الويب سايت، عرفتوا كيف؟ فممكن تحطوا له رابط قناته كلياتها، يعني بمعنى اخر نرجع شوي لليوتيوب لهون، ناخذ الموجز تبع اليوتيوب، وبناخذ من هون يور شانل، هذا هو رابط قناتنا لكم، لاحظ كبست على قناتك يور شانل بسموه قناتك، اذا بتفتحوا هذا بالعربي اسمه قناه، تاخذوا هالامتداد هذا ماشي كوبي، طبعا هذا الامتداد يبدا ب HTTPS، نرجع لهون وناخذ HTTPS وبنحط الامتداد هذا، تمام؟ يكون هذا هو الرابط يو ار ال النهائي لك اللي هو قناة، مفهوم لحديت هون ولا ما انه مفهوم؟ في حد عنده اي أستاذ، سؤال؟ إحنا فين نحط مكان الرابط اللي عم تحكي عليه لقناتي؟ أحط رابط صفحة الإنستغرام؟ لا 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 رجاء لا بياخذني لهونيك مثلا؟ لا لا رجاء لا تخلط الامور، خلينا بالجوجل يا عمي، الله يوفقك وبلا لأن أنت قناة عم تحط مثلا تقول حضر الفيديو كامل الزلمة،
هل في انه مثلا احط له رابط يروح يشتري المنتج هذا اللي انا عرضته من موقع لا لا الشركة يعني مثلا؟ ما بعرف، ما جربتها ولا لا بدي اجربها، ولا بعتقد انه مسموح. رجعنا، وانا مدرب، انا كمدرب ما مهمتي انه اعلمكم تعملوا شغلات غلط. هلا بجوز انا، بجوز انا يا اخي كانسان ماني كامل، ماني كامل، بجوز انا اقصر معك بناحيه، بجوز في ناحيه ما اكون زياده بعرفها مزبوط اوكي، بس اني اجي اعلمك شيء غلط لا، هذا اللي ما بسمح لنفسي فيه ابدا. ماشي، انا والله قصرت معك بموضوع معين، ماشي اوكي، انت بجوز تسامحني عليها، بس روح علمك شيء غلط لا، هاي بجوز ما تسامحني عليها. يعني اليوتيوب حصرا لازم يكون اعلان لقناة تانية، لقناة الى اللي اخره. بعرفه اخي، انا اللي بعرفه انك يا بتحط الويب سايت تبعك، يا اما بتحط امتداد قناتك على اليوتيوب. طبعا اذا كنت انت شغلك تجاري لا، حط الويب سايت طبعا اكيد، اذا ما ايوه شغلك تجاري انت يوتيوبر حط رابط قناتك على اليوتيوب. فهمت عليك. ماشي طيب هلا استراحة كم دقيقة وبنرجع لكم، ماشي؟ يلا يعطيكم العافية.
السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. شو رأيكم نرجع نكمل هلأ بالنقطة اللي وصلنا عندها؟ ماشي. إذا نحن هلأ هون ما راح نحط الامتداد رابط يو ار ال النهائي، بدنا نحطه موقعنا لأنه هدفنا هو تجاري، نحن ما لنا صانعين محتوى ولا يوتيوبرز ولا شيء. بنحط موقعنا هون مثل ما نكون شايفين. ماشي. هلأ طبعا ممكن إنه نحط نحن تحت هذا الفيديو روابط، إذا بتكون روابط رابطين. تتذكروا الروابط اللي حطيناها بالمنشور بإعلان محرك البحث إذا بتتذكروا. كمان ممكن إنه نحن نحط هون رابطين فقط الامتداد، يعني رواد دوت شوب مكتوبة فقط الامتداد اللي بيجي بعد رواد دوت شوب. مثلا عندنا امتدادين لرابطين مهمات لهم علاقة بموضوع الفيديو بقلب الموقع، ممكن إنكم أنتم تحطوا هدول الرابطين هون. هلا الحث على اتخاذ إجراء، أهم شيء الإجراء، يعني هلا هذا الموقع. طيب شو هو الزر الاجراء اللي بدنا نعمله؟ لاحظوا زر الحث على اتخاذ اجراء ظهر هون، لباقي انه نحن شو نبرمجه. مثلا شو نقول له؟ تسوق الان. مثلا اذا كان متجر الكتروني لاحظوا بيطلع زر هون تسوق الان، مفهومه؟ طبعا ممكن انكم تحطوا كمان عناوين، مثلا رواد، مثلا عنوان طويل مثلا، وتحطوا كمان وصف هون، كلياته هذا الشغلات كلياتها بتظهر تمام بالاعلى. حطينا اعلان ووصف وكذا. هلا بنيجي لنقطه مهمه، اذا بتتذكروا قلت لكم تذكروا لهي النقطه. ايه، ممكن انكم انتم تختاروا تحميل صوره وتختاروا ملف من هون تحملوا هاي الصوره. شو هاي الصوره؟ بنرجع شوي لقلب اليوتيوب، الصفحه الرئيسيه لليوتيوب الهوم تحت. ماشي. نطلع شوي لفوق، والله يجي احيانا الواحد بيطلب الشغله ما بيلاقي. تمام، ما مشكله. في هدول التنتين هون وبطلب يوتيوب من هون. طيب هلا مو ظاهرة هلا، بس رح نشرح لكم اياها. اذا بتذكروا قلت لكم انه بيظهر مقطع فيديو فوق وجنبه صورة، جنبه صورة، بتتذكروا هذا الحكي حكيناه امبارح انه بيظهر جنبه صورة، وبتكون هاي الصورة لنفس مقطع الفيديو، لنفس مقطع الفيديو. هاي الصورة بتجي من هون فيكم تحملوها، بس طبعا هاي الصورة ما بتظهر الا من خلال الديسكتوب او الكمبيوتر او اللابتوب. ماشي. فقط يعني ما بتظهر من خلال الموبايلات. فبيظهر فيديو هون فوق وبيظهر جنبه هون صورة، هاي الصورة بتحملوها من هون. ماشي. تظهر فقط هاي الصورة بحال انكم انتم فاتحين اليوتيوب من خلال الديسكتوب او اللابتوب. احنا طبعا ما بدنا نحطها لهي الصورة. ماشي. وبتنعطى اسم، بينعطى هذا الاعلان الصوري، الصورة بتنعطى اسم لهذا الاعلان. طيب هلا بنيجي للعناصر التالية للاعلان، نشوف شو في عندنا شغلات ممكن انه نحن هلا نضيفها. طبعا ممكن انكم تحطوا سعر المشاهدة. هلا بنيجي لاستراتيجية البيد او المزايدة، ممكن انكم انتم تحطوا سعر يعني لمشاهدة هذا الفيديو. خلينا قبل بس شوي هلا نشوف فيكم. طبعا تعملوا اعلان جديد فيديو، يعني بمعنى اخر ممكن تحطوا انتم ضمن نفس المجموعة يطلع لكم اعلانين، هذا اعلان وجنبه كمان اعلان ثاني، اعلان فيديو ثاني. ماشي. ففيكم تضيفوا اعلان فيديو ثاني بحيث انه ما تضطروا انكم ترجعوا من الصفر وتشتغلوا نفس الشغل وكذا وهالامور. طبعا هلا عرض سعر المشاهدة، مثلا اذا حطينا 10 ليرات سعر المشاهدة، طبعا واضح تماما انكم انتم ممكن تحطوا سعر لهاي المشاهدة، عملية مشاهدة الفيديو. كل واحد بشاهد الفيديو طبعا بشاهد هذا الفيديو من اوله لاخره، فمثلا انتم اعطيتوه سعر 10 ليرة،
10 ريال. كل ما زدتوا هذا السعر ماشي، دعمكم اليوتيوب اكثر بايصال اعلانكم لناس مهمين اكثر، وممكن يكونوا مهتمين بنشاطكم التجاري. كل ما خفضتوا من قيمه هذا السعر، اليوتيوب ما راح يدعمكم كثير بهذا، مفهوم؟ طيب هلا بعد ما خلصنا كل هذا الحكي نقول له انشاء حمله، وهيك بتروح الحمله باتجاه الموافقه والمعاينه والموافقه ثم الجدولي شو اسمه والنشط. في حد عنده اي سؤال بالنسبه لموضوع اليوتيوب؟ مفهومي؟ اعلان اليوتيوب هو اسهل واحد بين كل الاعلانات. استاذ، هذا سؤال. انت بالنسبه للفيديو، في احط احنا فيديو جديد، طيب تفضل، راح نسأله بعدين. تفضل. عم تقول انت تحت بالنسبه للفيديو في حط انت فيديو جديد كمان ورا الاعلان اعلان الاولاني. ثاني، اعلان ثاني، يعني فيك تضيف اعلان ثاني، بس بدل ما تعذب تفوت من البدايه وكذا وتعمل تمام، اعلان بس ظهوره عند الناس، عند المشاهد، حيكون دغري ورا الاعلان الاولاني. لا لا ما شرط، هذا اعلان ثاني يعني، بس انه عم يستخدم نفس الجمهور ونفس الديموغرافيا ونفس كل شيء. ها، مش ورا بعض بيطلع ورا بعضهم. لا لا ما شرط ورا بعضهم، كل واحد لحاله، بس انت مثلا بدل تمام ما تتعذب تروح من الصفر تعمل هذا الاعلان ماشي، لا خلص خذه تمام من هون اعمل اعلان جديد. يعني مثلا انت عندك تمام فيديو، ممكن انك هلا مباشره تحط اعلان الفيديو الثاني، اذا ما بدك خلص بلا. تفضل انسي. طيب هلا اذا حد عنده اي سؤال على جوجل بشكل عام وعلى اليوتيوب وعلى الاعلانات الصوريه وعلى او الديسبلاي الشبكه الاعلانيه او على اعلانات محركات بحث يسالني، لانه بدنا ننتقل لموضوع مختلف تماما. تمام الامور هون، الحديث هون كل شيء تمام. ننتقل لموضوع جديد. اذا فتنا على www.facebook.com بيطلع لنا موجز الفيسبوك، موجز الفيسبوك. طبعا بالموجز الفيسبوك اذا كنتم فاتحينه من خلال ديسكتوب او لابتوب بيطلع لكم ممكن هون نوع من الاعلانات، هاي ما بتظهر الا بهاي الطريقه، لاحظوا ممول ممول ماشي، ما بتظهر هاي النوع من الاعلانات الا بها ماشي. طبعا بيطلع لكم من هون اذا كنتم انتم فاتحين صفحات، شو هي صفحاتكم فاتحينها، ممكن بيطلع لكم هون شريط سريع، بهذا الشريط ممكن يظهر فيه الميتا بزنس سويت، اختصارات لصفحتكم، وممكن يظهر فيه كمان احيانا مدير الاعلانات او العناصر الاكثر استخداما انتم، يعني ممكن العناصر اللي انتم بتستخدموها كثير ممكن انها تظهر معكم. طيب هلا اذا كنتوا انتم حابين تنشروا اي منشور، ممكن انكم على بروفايلكم العادي، لاحظوا هاي صورة بروفايل ماشي، هاي بروفايلي ماشي، فانا بدي انشر، بلاحظ عم يقول لي بما تفكر يا احمد، بما تفكر يا احمد. اذا بدكم تعملوا قصة ممكن انكم تضيفوا قصة من هون، تمام هيك. طيب هلا راح اعمل انا هلا حركة، هاي الحركة بدي اشرح لكم شو القصد فيها. لاحظوا انا كبست على هاي اللي هون، شو عملت هون؟ طبعا فيني يفوت على الميتا بزنس سويت اذا بدي من هون، هون الاعدادات والخصوصيه الخاصه بحسابي، بحسابي. طيب ماشي، انا راح اعمل تبديل هلا، لاحظوا انا فتحت صفحه، قلت لكم اني فاتح صفحه، راح اعمل تبديل. ها، لاحظوا راحت هون عم يقول لي انت تتصرف باسم رواد ماشي؟ ها، لاحظوا راحت هون صورتي انا الشخصيه وظهر بدالها صوره صفحه رواد، انا فاتح صفحه اسمها رواد، عم يقول لي بما تفكر يا رواد، بايش انت عم تفكر يا رواد. وهلا حتى لو قمت بنشر اي شيء بينتشر هذا الشيء على صفحتي فقط، على صفحتي اللي انا فاتحها باسم رواد. طيب هلا شو الفائده من هالعمليه هاي؟ مين بيقدر يدعمنا؟ شو الفائده من هاي استاذ، صفحتك الخاصة ما فيك تنشر عليها حملات إعلامية، أما صفحتك العامة دي، الصفحة العامة فيك تنشر عليها إعلانات. انسي، شو الفائده من انه انا قمت بقلب هاي اللي هون شفتيها؟ طيب شو الفائده من هالعمليه التغيير هاي؟ طبعا لا في شغله مهمه، هلا لاحظوا انه انا هاي هي صفحه رواد لكوا، هاي الصفحه انا فاتحها ومؤسسها ومجهزها كلها. هلا هون لنفرض اني انا قمت بدي انشر اي منشور بهاي الصفحه، طبعا فيني شفته تو من الموجز كمان فيني انشر،
ماشي. طيب نشرت منشور، عملته نشرته كذا، اوكي، قلت له نشر منه. طيب واحد من الاشخاص علق لي على منشوري، انا بدي ارد عليه. طيب بهالحاله هاي بظهر انا لما برد عليه باي اسم برد عليه؟ باسم رواد. ها ها. طب لو 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 كنت لو انا كنت حاط انا حاط بروفايلي، صورة بروفايلي، باسم مين راح اظهر علق؟ ارد عليه باسم بروفايل. فبيجي هذا الشخص اللي يعلق بيطلع هيك، ولا بيلاقي واحد غريب رادد عليه، بيقول له يا اخي انت شو بدك، ليش رادد علي؟ تفضل تفضل يا اسد، تفضل تفضل اسد. أستاذ، حاليا انتقلنا احنا على فيسبوك، انتهينا من جوجل. ايه هنا من جوجل. يعني حاليا نبدي على فيسبوك مرة ثانية. تمام. طبعا هاي الساعة تمهيدية، يعني ما راح افوت لهم بالاعلانات، تمهيد بس للفيسبوك، بدنا نشرح شغلات كثيرة عنه. تمام. طيب هلا بيظهر مثلا ردي انه باسم بروفايلي وليس باسم الصفحة، فبيستغرب هذا الشخص، يا اخي منك انت ليش عم ترد عليه؟ انا عم بسأل ادمن الصفحة، وهو ما بيعرف انه انا نفسي ادمن الصفحة، بس انا نسيت اعمل هذا التغيير قبل ما علق جاوب على التعليق، يعني قبل ما ارد على تعليقه نسيت اعمل هذا التغيير. انتبهتوا لأهمية اجراء هذا التغيير؟ مفهوم؟ أنا ما فهمت التغيير إيش هو؟ غيرنا لاحظ الصورة صح؟ لاحظ، مو غيرنا الصورة احنا بس، مزبوط احنا غير، بس احنا غيرنا هلا كلها. تلاحظ عم بيقول لي هون، انتبه اذا رجعنا للفيد الاساسي لهذا، لاحظ هون عم يقول لي بما تفكر يا رواد، لاحظ طبعا كان عم يقول لي بما تفكر يا احمد، هلا عم يقول لي بما تفكر يا رواد. فاي شيء بنشره انا هون بيظهر منشور باسمي انا، باسم رواد هون، باسم رواد وليس باسم بروفايل الاساس. فاذا فات شخص، هلا انا بما تفكر يا رواد نشرت منشور، وين بيظهر هذا المنشور؟ بيظهر بصفحتي، صفحه رواد، بقلب صفحه رواد، ماشي، بيظهر بقلب صفحه رواد. اما هنيك لما كنت عم اشتغل من بروفايلي، لا بيظهر بالموجز وبيظهر ببروفايل، صفحة بروفايل، يعني صفحة بروفايل الأساسية تبع الفيسبوك بيظهر بقلبها. هلا هون إذا واحد أنا نشرت بقلب صفحتي منشور معين وخلصته، وطلع واحد علق لي على هذا المنشور، لما أنا برد عليه برد عليه باسم أدمن الصفحة، باسم رواد، وبيظهر أيقونة رواد جنبي. أما لو كنت ماني عامل هاي الحركة لساتني ضمن صورة بروفايلي هون، لما برد عليه برد عليه باسم اسم بروفايلي، وبالتالي هو بيستغرب انه مين هذا اللي عم يرد عليه، هو عم ينتظر الرد من ادمن الصفحه، ولا مفاجئ انه في شخص غريب هو رادد عليه، هو ما بيعرف انه انا نفسي هذا، بس نسيت اجري عمليه التغيير هذا. مفهومي؟ احنا غيرنا الاسم والصورة او ولا فتحنا صفحة طلع لي طلع لي. طيب خليك معي شوي، فتحنا صفحة جديدة صح؟ طلع لي طلع لي. ماشي. هلا نحن هون لاحظ فتنا مثل اول مره فتنا فيها، بيظهر صوره بروفايلي هون، لاحظ صارت صوره البروفايل عم يقول لي بما تفكر يا احمد. فاي شيء عم بكتبه باسم الشخص باسم بروفايل، يعني بيظهر وين؟ بيظهر بصفحه بروفايل، هاي صفحه بروفايلي، بيظهر هذا الشيء بكتبه هون بصفحه بروفايل. مفهوم؟ مفهوم. طيب لنفرض انه انا قمت باجراء تغيير هون، عملت هذا باسم رواد هون، بدأ التغيير، لاحظ انقلبت هاي الصورة، شو صارت؟ هلا وين انا اي شيء بنشره وين بينتشر؟ بينتشر بقلب صفحة رواد، يعني نفرض انه انا ما فتحت على الصفحة، نشرت من هون، اوكي تمام، انت كمان برضو عم تنشر بقلب صفحة رواد. طيب لنفرض انه في واحد علق لي هون على منشورة، علق لي هون على منشورة، ماشي، لاحظ اذا انا بدي رد عليه او بدي اكتب انا اي تعليق كمان بكتبه باسم رواد. اما لو ما كنت عامل هذا بكتبهم باسم احمد. انتبهت شو الفرق؟ فانا هون بكتبه برد عليه للشخص اللي علق، برد عليه بالتعليق، فبظهر باسم ادمن الصفحه، بيعرفني انه انا ادمن الصفحه من خلال الشعار اللي طالع هون، وباسم اللي جنبه اسم الصفحه نفسه. بينما لو من برد عليه من بروفايلي ماني عامل التغيير، برد عليه بظهر باسم الشخصي وجنبه صوره بروفايل الشخصي، فهو بيستغرب منه هذا اللي عم يحكي معه، ما بيعرف انه هو ادمن الصفحه نفسه، بس ما عملها التغيير. فهمت القصة؟
مفهوم؟ طيب هلا بدي اياكم بس طبعا تفوتوا لي هون شوي على اعدادات منهم. طبعا لوحه المعلومات الاحترافيه، فيكم تفوتوا على لوحه المعلومات الاحترافيه، بيعطيكم وصول المنشور، التفاعلات مع المنشور، تسجيلات الاعجاب بالصفحه، يعني بيعطيكم احصائيات عن صفحتكم. ماشي؟ طبعا احنا هذا ما بدنا اياه، نرجع شوي خطوه لورا وبناخذ من هون اعدادات. طبعا لما فتنا هون على الاعدادات فوتنا على شغله اسمها اسم المستخدم. لاحظوا بعمل له تعديل لاسم المستخدم، طلعوا لي كيف؟ لاحظوا؟ طبعا انا عم اشتغل باسم رواد، ها انتبه، فكله باسم صفحه رواد. هلا انا فايت باسم صفحه رواد وليس باسم حسابي الاساسي على الفيسبوك، لا باسم صفحه رواد. فلاحظوا انه بيعطيني امتداد الصفحه، اي صفحه انت بتفتحها على الفيسبوك تاخذ هاي الصفحه امتداد طويل وكثير كثير بشع. بينما لاحظوا مثلا اذا بدنا نفوت هلا على الفيسبوك من هون، ماشي، بدي فوت على صفحتي انا، لاحظوا امتداد صفحتي facebook.com/rawatshop بس. اما اذا ما كنت مغير هذا بتلاقي رقم هيك طويل لهون بوصل، واسم طويل كثير وكثير كثير بشع وبهدله. ماشي؟ فانا بقدر اغير اذا كان الرقم طويل. هلا افتراضيا انا لما بعمل صفحه جديده اجباري بيطلع هيك عنوانها طويل وبشع كثير. لوين بفوت؟ فوت على اعدادات مثل ما دليتكم من هون، وباخذ شيء اسمه اسم المستخدم من هون، وبعد انا كتبت رواد شوب قبله. هلا ممكن انت تعطيه اسم مستخدم ما يرضى، يقول لك هذا ماخوذ مستخدم من قبل غيرك. طيب اوكي، بنعدل بنغير لحتى ياخذ اسم ما انه مستخدم قبل هالمره، وبنقول له حفظ التغييرات. طبعا بيعطيني اشاره تك صح جنبه انه مقبول، وبعمل بعد بعمل له حفظ لهاي التغييرات، وهيك بصير عنوان صفحتي صغير ومختصر وحلو بهالشكل. مفهوم؟ مفهوم انسي؟ حد عنده أي سؤال لحديت هون؟ يعني أستاذ، الصفحة الشخصية هي صفحة شخصية لك، أما صفحة الرواد هي صفحة تجارية، ولو نفس صحيح؟ اسمه. يعني صفحة تجارية إنه بتخاطب فيها زبائنك كذا، هذيك صفحة شخصية لك. ايه طبعا، هذيك ايه، هذيك ملف الشخصي، هو ليس هذيك صفحه بروفايلي او ملف الشخصي. هاي صفحه اللي انا فاتحها بس. حتى لو انا ملف شخصي بدي افتح صفحه ثانيه، بقدر افتح صفحه وخصصها لاي موضوع، مش ضروري تجاري. إيه طبعا طبعا. خصصها لاي موضوع، مو ضروري انه يكون موضوع تجاري او شيء، لا لا انا حر، يعني ممكن اني اسوي اللي بدي اياه ماشي من خلال هاي الصفحه، احصرها باي نشاط معين. هلا اذا فتنا من هون على شيء اسمه ميتا بزنس سويت، ميتا بزنس سويت ماشي، يمكن الدخول لميتا بزنس سويت من روابط ثانيه من خلال كتابه بزنس دوت فيسبوك دوت كوم، بزنس دوت فيسبوك دوت كوم. تمام، طلعتنا صفحه الميتا بزنس سويت مثل ما كنتم شايفينها هاي هون. طبعا صفحة الميتا بزنس سويت اذا كنتوا انتم حاطين غلاف لصفحتكم بيظهر هذا الغلاف هون، وممكن انكم انتم تعملوا انشاء منشور، انشاء منشور من هون. طبعا من خلال هذا المنشور تنشئوه، تختاروا انه بدكم اعلانكم يظهر، او المنشور اللي كنتم تعملوه يظهر على الفيسبوك ويظهر على الانستغرام، او يظهر فقط بالانستغرام او يظهر فقط بالفيسبوك. تعرفوا هذا الحكي شرحت لكم اياه قبل المره، هون بتكتبوا نص هذا المنشور، وهون بتضيفوا الهاشتاج. حكينا شلون بتدور على الهاشتاجات من هون، من البحث نبحث بانواع الهاشتاجات مختلفه، نختار ثلاث اربع هاشتاجات فقط ما اكثر، وبنحطهم يكونوا على تماس مباشره بموضوعنا. ليش لازم نستعين بالهاشتاجات؟ ليس فقط لتوفير الفرصه للناس للوصول لنا، يعني الهاشتاجات ممكن فعلا ان توفر فرصه للاخرين انهم يوصلوا لمنشورنا، صحيح، لكن الهاشتاجات لها قيمه اضافيه غير هذا الموضوع. شو هي هاي القيمه؟ وانا شرحت لكم عليها اذا بتذكروا، مين بتذكرها؟ إنه الهاشتاجات بتساعد الذكاء الاصطناعي على تحديد جمهورك بشكل أفضل، لأنه الذكاء الاصطناعي عرف هذا الهاشتاج مين، كل الناس اللي شاركوا فيه مهتمين فيه بيعرفهم، وبالتالي إنه الهاشتاجات مفيدة جدا بموضوع الذكاء الاصطناعي، وبتساعد كثير المتا على التعرف على جمهورك بشكل أفضل. لذلك حط لك ثلاث أربع هاشتاجات يكونوا على تماس مباشر بموضوعك التجاري، بمنتجك، بالخدمة اللي أنت بتقدمها أصلا.
قلنا انه اذا كان منشورنا عادي ما في مشكله، ممكن نحط ايموجي، اما اذا كان منشورنا بدنا نموله، ناويين نموله، فيستحسن انه نتجاوز موضوع الايموجي، ما نحطه ما نستخدمه. ممكن نكون جدوله هذا المنشور انه يظهر بوقت معين، يعني انا ما بدي اياه يظهر اليوم، بدي اياه يظهر بكره، فبجدوله بحط له تاريخ بكره. طبعا حكينا بالنسبه للانستغرام انه بتتناسب معه صور المستطيلات العموديه، والفيسبوك بتتناسب معه اكثر صور المستطيلات الافقيه، وانه القاسم المشترك بين هدول الاثنين هي الصوره المربعه يلي بترضى تقعد هون وهون بكل اريحيه بدون اي مشاكل. ماشي. وحكينا انه الابعاد الستاندرد المثاليه لهذه الصوره هي 1080 بكسل ب 1080 بكسل. تمام. ممكن انه نضيف صوره من هون، ممكن انه نضيف فيديو من هون. طبعا اذا كان عندكم اكثر من صفحه ممكن تفوتوا من هون على صفحه ثانيه، بينقل للميتا بزنس سويت الخاص بالصفحه الثانيه. طبعا من هون ممكن تنشئوا منشور، ومن هون حتى فيكم تعملوا اعلان، وممكن انكم تنشروا مقطع ريلز، وممكن انكم تعملوا قصه، ممكن انكم تعملوا بث مباشر او حدث او ما شابه. ربط حساب انستغرام ممكن انه يتم من هون، بيطلب منكم متابعه، ربط حساب الانستغرام تعملوا له متابعه، بيطلب منكم انكم تسووا لوجين لهون، بتعملوا له لوجين. ماشي. حساب الانستغرام طبعا بده يحمي هذا الحساب بالكود، فبده يبعت كود اس ام اس، بيوصل كود الاس ام اس بنجي بننزل هذا الكود هون، وبعد مباشره بقول لك انه تهانينا، تم ربط حساب انستغرام بحسابك تبع الفيسبوك. لاحظوا بعت لي هذا الكود هلا، بس يوصلني بعد شوي لانه على رقم ثاني غير الرقم الاساسي اللي انا بستخدمه. فلاحظوا هلا بعد شوي بوصلني مثلا هذا الكود، بعد ما بحط هذا الكود اذا الكود صحيح واعطيته تك هون للوثوق بهذا الجهاز. ماشي. فاوتوماتيكيا راح يتم ربط الحسابين ببعض. ملاحظه مهمه جدا، حساب انستغرام بيرتبط فقط بصفحه واحده للفيسبوك، يعني والله مثلا انت عامل 3 صفحات فيسبوك، لانه ذيك المره باحد الكورسات يعني بالمعهد الثاني في شاب من الشباب عامل 3 صفحات، هو تاجر وعنده 3 انواع من التجارات يعني، ماشي، فبده يربط ال3 صفحات تبعت بحساب انستغرام واحد. قلنا له لا ما بصير هذا الحكي، ممنوع. حساب انستغرام واحد بيرتبط بصفحة واحدة فقط معينة، لا يمكن ربط حساب انستغرام بأكثر من صفحة واحدة. مفهوم لحديت هون؟ في حد عنده أي سؤال؟ مفهوم أستاذ. هلا بدنا نفوت على شغله اسمها اعدادات مدير الاعمال. اعدادات مدير الاعمال، ماشي، فوت عليها لهي الصفحه، هاي الصفحه مهمه جدا جدا. طبعا كيف نفوت عليها لهي الصفحه؟ انا اعلمكم طريقه مباشره، اذا بزنس دوت فيسبوك دوت كوم سيتنج سيتنجز سيتنجز، ها لاحظوا بتفوتوا عليها لهي الصفحه اللي اسمها اعدادات مدير الاعمال سيتنجز. ماشي. هاي الصفحه مهمه جدا جدا. هلا اول شغله بهاي الصفحه بدنا نشرح انه هدول العناصر الموجودين فيها عنصر عنصر. اول شغله الاشخاص. طبعا مدير اعمالك، طبعا انت اول شيء اول شغله بتعملها، اول شغله بتنشئ حساب فيسبوك، بده يسالك طبعا لما بتفوت على مدير الاعمال من هون بيسالك كم سؤال عن نشاطك التجاري، شو اسم نشاطك التجاري وكذا، وهالامور بتجاوبه انت طبعا على هاي الاسئله، شيء بسيط جدا. ماشي. ولنفرض انه انت ما شفتها لهي الصفحه، فممكن انك انت ترجع هون تشوفها، وهي كل بيانات نشاطك التجاري بمعلومات النشاط التجاري، ممكن انك تعدل مثل ما بدك. طبعا اعطينا اسم لنشاطنا التجاري هو هذا، وهو اوتوماتيكيا اعطانا معرف لنشاطنا التجاري هو هالرقم. تمام. طيب هلا تفاصيل النشاط التجاري، لاحظوا الاسم القانوني للنشاط التجاري، يعني هون عم يطالبك باسم نشاطك التجاري مثل ما انت مرخصه تحديدا. ماشي. وهي عنوان، وهي هاتف العمل، هاي الويب سايت لنشاطك التجاري،
وهي المعرف الضريبه الفرقي تبع نشاطك التجاري. ليش هاي المعلومات لازم نزودها نحن؟ شو رايكم؟ مين بيعرف؟ لا صحيح، بس في عندنا معلومات اضافيه، انه نحن مثلا اذا ما زودنا بهاي المعلومات رح تلاحظوا انه تكلفه الاعلان عليكم عم تكون اغلى. فلما انت عم تحطوا له الفرقي نمرسه او رقم الفرقي رقم الضريبه، فعم يعتبر انكم انتم شركه مرخصه نظاميه وعم تدفع ضريبه للدوله، فشو بيعمل؟ بحاسبكم باسعار الاعلانات بشكل ارخص. اما لما انتم ما انكم عم تحطوا المعرف الضريبه تبعكم، وبالتالي انتم شركه غير نظاميه، وبالتالي بيرفع عليكم الاسعار الاعلانات. تمام؟ مفهومه هاي النقطه؟ ممكن تعملوا له حذف لهذا النشاط التجاري نهائيا وتاسسوا نشاط تجاري جديد، وممكن انكم تضيفوا مدير اعلانات، مدير اعمال جديد، مدير اعمال جديد اذا بدكم. ماشي؟ هون طبعا معلوماتك الشخصيه انت، ماشي؟ معلوماتك الشخصيه انت، ماشي؟ وطبعا هون محمي بكون هذا بالمصادقه الثنائيه وما الى ذلك. طبعا ضروري جدا اذا كان نشاطكم التجاري مرخص انكم تعبوا هاي الحقول. فتنا على كثير شركات لقينا انه في عندهم رخصه تجاريه وامورهم على العال، بس هذا فاضي هيك ما له مكتوب فيه شيء نهائيا، لانه ما بيعرفوا شيء عن الفيسبوك مدير العام. تفضل يا سيدي. واحد مرخص وقلت الثاني لا، الثاني شغل اونلاين، فانا لو حطيت في الموارد الضريبية لحظة هون، شو عم بيقول لك؟ الاسم القانوني للنشاط التجاري، وعلى فكرة ممكن لاحقا انه يطلب منك اوراق ومستندات. هلا هون حتى الان الامور ماشية الحال. انا رح تشوفي بكره مثلا بالتكتوك انه بتفوتي على المجال بيطلب منك اوراق ومستندات وتراخيص الشركة، ما انا يعني بس وهلا التوجه حاليا بكل منصات التواصل الاجتماعي عم يصير هذا التوجه باتجاه انه يكون الشغل مرخص وقانوني. يعني انا ايه ما عم يرضوا ايه رخص شغل، يعني رخص. ليش؟ هلا كل التحديثات الجديده بالسوشيال ميديا كلها عم تتوجه بطريقه انه يكون نشاطك التجاري مرخص فعلا بالبلد اللي انت فيها، عرفت كيف؟ فهذا توجه عام يعني موجود عند الكل. فبتلاحظي مثلا انه عم يقول لي ادخل معرف الضريبي، هلا بكره بتشوفه بسناب شات انه عم يقول لي ادخل المعرف الضريبي، ادخل المعرف الضريبي، كل شيء بتطلع لي. بالتيك توك اذا بدكم تحولوا حسابكم عادي لحساب تجاري، تلاحظوا انه عم يطلب منكم بيانات او مستندات تدل على انه نشاطكم هذا تجاري. تمام هيك مفهوم؟ في صفحتي العادية لا بطلب مني المعارض، بطلب مني الفاتورة، بطلب مني المشروع. انسي مو هيك القصد. هلا اللي صاير انه انت لما عم تضيفي معلومات نشاط تجاري عم تصير شغلك اولا نظامي، اعلاناتك عم تكون ارخص، ثانيا فعلا بتلاقي انه حسابك محمي وامورك محميه وما بتلاحظ انه ما بيتعطل حسابك الاعلاني الا اذا ارتكبتي مخالفه صريحه. يعني في كثير شغلات بتحس في حالك انك صرت مميزه عن الاخرين فيها. تمام؟ عرفت كيف؟ هذا القصد يعني. تمام هيك هون يا شباب، خلاص مفهوم هذا الكلام؟ كنت تحسبوا هذا انه بتعملوه حذف منه. بنرجع هلا باعدادات مدير الاعمال من اول جديد للاشخاص. من هن الاشخاص القائمين على مدير الاعمال يلي بيتحكموا بمدير اعمالي على المتا؟ هذا الشخص هو اولا هو انا، لاحظوا انه بوضعيه نشط وعندي تحكم كامل. طيب هل يمكن انك انت تضيف شخص ثاني؟ هذا الشخص بفوت من حسابه على الفيسبوك ويفتح هاي نافذه مدير اعمالك وبيقدر يتحكم فيها؟ نعم. طبعا بتضيف ايميله لهذا الشخص، ادخل عنوانه او ايميله لهذا الشخص، اطلب ايميله، بتضيف ايميله مثلا لهذا الشخص. فهون بعد ما بتضيف ايميله شو بيعمل؟ بيعطيك نافذه انه فيها صلاحيات، انه شو الصلاحيات اللي انت بدك تمنحها لهذا الشخص يلي بده. هل هي صلاحيات كامله تحكم كامل ام تحكم منقوص؟ يعني فقط في شغلات، ما يعني مثلا التحكم الكامل فيه يقلعك هو ويقعد محله. لاحظ
انا فيني زي نفسي هلا من التحكم الكامل. اصلا انا اول خطوه عملتها شو؟ اني اضفت نفسي. فاول خطوه انت بتعملها انك شو بتعمل؟ بتضيف نفسك هون. تمام؟ اول شغله بتعملها انك انت بتضيف نفسك هون. ماشي؟ هلا بدك تضيف اشخاص ثانيين؟ لاحظوا ان حذفت انا من هون، فبقول له دعوه اشخاص، بحط ايميلي مثلا. ماشي، حط ايميلي هون. ماشي، هلا عم يقول لي لسه في مشكله، يعني يرجع من صفحه هذا الشخص لانه لساتني بالضبط. اه عفوا، هون في عنا غلط. لحظه، خلص بلا. لاحظه، فبقول له التالي. هلا بيعطيني هون صلاحيات، انه هل بدك اياه يكون تحكم كامل؟ هلا لاحظ انه بيعطيك صلاحيات افتراضيه مبدئيا، وهي صلاحيات محدوده. لا انا بدي تحكم كامل، بقول له اداره. لاحظته؟ بقول لي مهمه حساسه، انتبه انتبه انه هاي المهمه حساسه. بقول له التالي، معلش ضيفه. التالي ضيفه. هلا لاحظوا انه صلاحيات الوصول الجزئي، حاطط لك انه شو هي صلاحيات الوصول الجزئي. في يفوت على المحتوى، في يشوف نشاط الرسائل والمكالمات الاعلانات، يشوف الاعلانات. ماشي، الايرادات، بيطلع على الفواتير وما الى ذلك. بينما التحكم الكامل، لاحظوا بشغل من هون التحكم الكامل، لاحظوا انه بيشمل كل هدول بالاضافه لميزات اضافيه. شو هي؟ انه في يفوت يعدل البيانات البنكيه، وفي يفوت يضيف، وفي يحذف حسابات متحكمه بهذا الموضوع. طبعا بحط له هاي هون للدلاله انه حساب الاعمال تبع رواد انا بدي اياه هو يشرف عليه لهذا الحساب، بقول له دعوه. ماشي، دعوه. لازم يقول لي لدينا مشكله في اكمال طلبك، لانه لسه اصلا هو ما حذفه لهذاك الاساس، لسه ما استكمل عمليه حذفه لهذاك الاساس. هلا بنيجي للشركاء من هون. طبعا لاحظوا انه انا في عندي شركاء هون اثنين. شو المقصد فيها هاي العمليه؟ طبعا الشركاء بعكس الاشخاص. يعني مثلا انسي، انت فت على حسابك، على حساب الاعمال تبعك، ايه يعني اذا انت فرضا فت على حساب الاعمال تبعك بالفيسبوك، وفت على قسم الاشخاص واضفتيني الي، اني انا اكون مدير بحساب اعمالك. ماشي، فانت وين بتظهري عندي؟ بتظهري هون بالشركاء. ماشي، بتظهري عندي بالشركاء، يعني بتظهري انت عندي هون كشريكي. ماشي، لانه بحساب اعمالك. ماشي، انا بظهر عندك وين؟ بالاشخاص. انت بتظهري عندي بالشركاء. انتبهت شلون صارت القصه؟ راح نعيد الفكره مره ثانيه مشان تتثبت عندكم. ماشي، الآن فاتت على حساب الأعمال عنده بالمتة، ودخلت قسم الأشخاص وأضافتني وأنا وافقت. طبعا هاي الإضافة بتروح لعند هذا الشخص، بتوصله إشعار فيها بيوافق. بعد ما بوافق بصير مدير. انتبهتوا؟ طيب وصلني إشعار إنه هي ضافتني عندها بقسم الأشخاص، إجيت أنا وافقت. ماشي، وين بتظهر هي عندي؟ بتظهر هي عندي هون بقسم الشركاء كشريك جديد. بينزل هون حساب الأعمال تبع حساب الاعمال. ماشي، طيب انا وين بظهر عندها؟ بظهر عندها بالاشخاص. مفهوم؟ في حد عنده اي سؤال على هالنقطه؟ طبعا لاحظوا انه هذا الشخص هون عنده حساب اعمال ضايفني عنده، هاي المعرف تبع حساب الاعمال تبعه، وهذا كمان الشخص هون عنده حساب اعمال ضايفني عنده، وهي المعرف تبع حساب الاعمال تبعه. هدول حسابين اعمال مو لإليها، هدول إلو، بس هو ضافني مدير بتحكم كامل عنده، فظهر عندي هو بالشركاء. مفهوم لحديتهم؟ في حد عنده اي سؤال؟ جماعة الاونلاين. نعم استاذ، الامور تمام، الامور تمام ان شاء الله استاذ. طيب هلا بنيجي للصفحات. موضوع الصفحات كمان مهم جدا، انتبه يا أنسي.
موضوع الصفحات مهم جدا. لاحظوا انه انا في عندي هالصفحه هون ضايفها لحساب الاعمال تبعي، طبعا انا رح ازيلها لهي الصفحه، رح ازيلها من هون ماشي، اقول له ازالي. لاحظوا انه هلا رح تطير هاي الصفحه بعد شوي، لاحظوا انه ما ضل شيء هون فراغ، ما في شيء ابدا. طب هلا بروح على الفيسبوك مثلا، هون باخذ عنوان هذا الصفحه اليو ار ال تبع الكامل، باخذه كوبي وبرجع لهون. لا عفوا، لوين كنا؟ باي هذا عفوا، هذا ماشي. هلا بقول له اضافه صفحه، بدي اضيف صفحه، بقول له صفحه، بقول لي اعطيني الاسم اليو ار ال تبع هاي الصفحه، حط له اليو ار ال. عليك هاي، عملت هيك ماشي، قلت له اضافه صفحه، تمام، رجعت انضافت هاي الصفحه. شو القصد بهاي العمليه؟ ليش انا لازم اضيف صفحتي بالفيسبوك لمدير اعمالي بالفيسبوك وحطها ضمن مدير الاعمال؟ لازم فينا نضيف اي صفحه منهم. ليش؟ ليش لازم نضيف هاي الصفحه لهم؟ مين بيعرف؟ هاي الإضافة هي عبارة عن حماية لهاي الصفحة، يعني هاي الصفحة ما عاد يقدر أي شخص يفوت يلطشها نهائيا، صارت مملوكة لمدير أعمالي، وبالتالي هاي الصفحة نهائيا مستحيل إن حد يسرقها أو يأخذها مني، صارت مملوكة لمدير أعمالي. أستاذ، ما حد يقدر إنه ينسخ هذا الرابط ويضيفه بصفحته جرب ويضيفه. بيوافق، جربه إذا بوافق حاسبه. لا، ما حد أثر. يعني أنت نسخت طيب الرابط وحطيته، إذا أحد نسخ وسوى نفس الشيء ما يصير. ما بوافق لكم أصلا. هلأ هو ليش وافق أنه يضيفه هون؟ لأنه من نفس الحساب، يعني أنا صاحب هذا الحساب على الفيسبوك، يعني شلون بدي أقول لكم، أنا صاحب هذا الحساب الأعمال، مدير هذا حساب الأعمال، وأنا مدير هاي الصفحة بنفس الوقت، فطلبت إضافة هاي الصفحة لحساب مدير الأعمال، قام جا وافق لي. بس انت جرب انك تضيف هاي الصفحه من عندك، ما بوافق لك، لانه هاي الصفحه ما انا ملكها. راح يقول لك انه هاي الصفحه ملك لمدير اعمال كذا، منين جاي تضيفها؟ تمام؟ طيب نيجي للحسابات الاعلانيه. طبعا لاحظوا انه في عندنا 3 حسابات اعلانيه هون، 3 حسابات اعلانيه هون موجود ماشي. الحساب الاعلاني الاول، لا هذا الي، هذا إلي، هذا يعني إلي بالأساس إلي، وهدول ضايفيني عندهم كمدير أدب ماشي. طب إذا زفتنا بهذا الحساب الإعلاني الأساسي هون، بدي أقول له تعيين أشخاص، رجعنا لنفس القصة تماما بحذافيرها، يعني أنا بدي أضيف أشخاص، هدول الأشخاص يفوتوا يتحكموا بحسابي الإعلاني فقط، فقط بحسابي الإعلاني ماشي، فقط بحسابي الإعلاني ماشي. بعطيهم صلاحيات مثلا إنه يديروا الحملات الإعلانية بشكل كامل، او ممكن انه مثلا عرض الاداء فقط، يعني بيطلع على اداء الحمله الاعلانيه ما اكثر، ما بيقدر يعمل اعلانات ماشي، او انه يتعلق بالتصاميم والمنشورات وما الى ذلك فقط ماشي، او بعطيه صلاحيات كامله بحساب الاعلان ماشي. هلا ممكن انك انت تعطيه تحكم كامل هون، تحكم كامل يعني بدير الحساب الاعلاني بتحكم كامل لإله. شلون انت بتتحكم بالحساب الاعلاني؟ بتتحكم هو بيتحكم بالحساب الاعلاني. طبعا تبحث عن هذا الشخص باسمه من هون، ولازم يكون هذا الشخص صديقك مثلا على الفيسبوك ماشي، يستحسن يكون صديقك على الفيسبوك ماشي، بتضيفه من هون، بعدين بيطلع بيتفاعل وبيظهر، تختاره وبعدين تقول له تعيين، وبصير هذا الشخص مدير على مدير الاعلانات تبعك، يعني بصير بيقدر يتحكم بمدير الاعلانات تبعك. هذا الشخص بس يضيفك عنده، اذا هذا الشخص ضافك عنده بتظهر هون كشريك لك بمدير الاعلانات، وإذا أنت أضفته عنده بتظهر أنت عنده، إذا فتح حسابات الإعلانية عنده بتظهر أنت عنده. يعني إذا أنا هلأ أضفتك هون إلك ماشي، تروح أنت بتفتح الحسابات الإعلانية عندك ولا بتلاقيني أنا هون موجود؟ مفهوم يا أنسي؟ لنفرض، قبل لنفرض يا أنسي أنه أنا أجيت لعندك قلت لك أنا ما بعرف أسوي إعلان، بدي أضيفك مديرة على حسابي الإعلاني ماشي، أعطيتيني اسمك مثلا من هون ضفته لاسمك واعطيتك تحكم كامل، انا وين بظهر عندك؟ بظهر عندك بهدول الثلاثه، لما عفوا بظهر عندك هون بهاي الصفحه، بتلاقي انه هون مثلا حسابك الاعلاني هون ظهر اسمك تحت، اسم حسابي الاعلاني تبعك. هلا هذا الشخص اللي شايفينه ضايفني مدير على حسابه الاعلاني، فلاحظوا وين ظهر حسابه الاعلاني. هلا ممكن اني انا افوت لقلب حسابه الاعلاني
تماما، وشوف اعلانات وافتح اعلانات وعدل على الاعلانات واشتغل شو ما بدي وعدل بيانات بنكيه وكل شيء. طيب انسه تفضلي، شو سؤالك؟ لا تذكر معلش. أنا إذا قلت أنا قطعت شخصية، تمام؟ عندي ثلاثة أربع قطعات شخصية، فيني أضيفهم بنفس الطريقة اللي هي يعني أنا شفت كثير، أنا وشفت اللي هي لا لا، يعني مثلا الحساب الاعلاني، حساب الاعمال الواحد بيستوعب كذا صفحه. يعني وصل لي معلش هذا تطبيقات، اذا كنتم انتم مبرمجين تطبيقات اندرويد او اي او اس بدكم تربطوا تطبيقكم بحساب الاعمال تبعكم، فبتضيفوا التطبيق تربطوه من هون، بيطلب منكم معرف التطبيق من هون، تعملوا هون اضافه، بروح لهنيك بقلب حسابكم بجوجل بلاي مثلا، بيكون يحاول حساب الاعمال الذي رقمه كذا كذا انه يضيفكم. هل انتم موافقون؟ تقولوا موافق، بيرتبط التطبيق بهون وبيظهر التطبيق هذا هون. حسابات انستا، طبعا في عندنا حساب انستا هون بس ما انه منضاف، لحظه واقف او معمل له يعني مثل توقيف، ممكن انكم تضيفوا حساب انستا لحساب المدير الاعمال. يعني انتم كانكم عم تعرفوا لمدير الاعمال تقول له هذا حساب الانستا الي، ماشي، حساب الانستا الي. حسابات واتساب، ممكن انكم تضيفوا حسابات واتساب، طبعا تحطوا البلد هون وبتحطوا رقمكم هون، ماشي. الشرط الاساسي انه لاحظوا من الايكون هون انه يكون واتساب للاعمال، حصل ما مش يعني ما بشي حال يكون واتساب عادي، لازم يكون واتساب للاعمال. طيب هل يمكن ربط واتساب للاعمال باكثر من صفحه؟ ايه طبعا. هلا نحن ليش هون ضفنا الواتساب؟ نحن فينا نضيف زر الواتساب للصفحه تبعتنا، بس ليش عم نضيفه لحساب اعمال؟ بس انك ضفته لحساب الاعمال صار بيتعلق باي صفحه، بس انك انت لما بتضيفه لهي الصفحه صار بس لهي الصفحه. اذا ممكن انك انت تضيف حساب واتساب للاعمال واحد لعده صفحات عندك، صح ولا لا يا انسي؟ طيب هلا مصادر البيانات، نيجي للفوترة وعمليات الدفع من هون، تفوت على طرق الدفع، وممكن انك انت تضيف مثلا اي طريقة دفع بدك اياها بالنسبة لك. طبعا هلا بجوز واحد يقول لي انه ليش انا بدي اضيف طرق الدفع، ماشي، لاحظ هون طرق الدفع موجودة، هون طريقة الدفع هون موجودة، هون بهذا الحساب الاعلاني تبعي انا ماني ضايف طريقة الدفع، فبقول له اضافة طريقة الدفع، فبقول له إضافة طريقة دفع، ماشي؟ تمام هيك؟ إذا لكل حساب، نعم؟ لا شغلي فاضي. إيه؟ لا لا لا، رصيد هذا يا آسف، رصيد بتوفر، يعني هو بحمل مبلغ كل فترة، إيه عنده هلا رصيد هذا المبلغ، لا ما عليه دفع، بالعكس يعني إله مع الفيسبوك. ماشي؟ مفهوم؟ في حد عنده أي سؤال بالنسبة لطرق الدفع؟ نطلع من طرق الدفع. تفضل تفضل، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تمام. أول شيء طريقة الدفع، إحنا عندنا كارت البنك وعندنا الكروت اللي مسبقة الدفع، تمام. طيب بالنسبة لنا، هو أفضل آخد كارت من الشارع ولا من كارت البنك؟ والله يا أنسي شوفي، أنا مثلا بستخدم كرت هذا معروف، والكرت شغال معي بشكل ممتاز، ودولي وانترناشونال كل شيء، اشتريت عليه أنا واستخدمته شخصيا، والله أموره عالية. بس اللي عم يصير مثلا إنه في بعض الأشخاص عم يشتروا الكرت تلاقي عم يعمل لهم مشاكل. هلا شو السبب؟ يعني بعد طول بحث وتمحيص وكذا اكتشفنا إنه هي المشكلة بالآلية نفسها. هذا الكرت مثلا انت اشتريتيه، عرفت كيف؟ انا فتت على الاعدادات تبعته، حملت كل شيء بيانات ناقصه بقلب الاعدادات، لما حملت البيانات الناقصه بقلب الاعدادات اخذها. هلا بتروح هي على البنك المركزي، بالبنك المركزي احيانا بصير انه تمرق هي هاي الاعدادات على الموظف، احيانا ممكن انه يرفض بعض الامور،
وتلاقي انه فجأة الكرت وقف او بطل يجري بعض المعاملات. واحيانا الموظف ممكن انه يقبل فيكمل بالكرت ويضل شغال نظام بدون اي مشكله. طيب بالنسبه للحسابات، انا رحت فتحت حساب زراعات مثلا، ممكن الموظف هو عم يفتح لك حساب زراعات يحط عليك قيود من خلال مثلا انه هذا الكرت يعمله فقط للاستخدام الداخلي، يعني كل شيء انترناشونال دولة تلاقي موقف ما نوع مشتغل. ممكن انه هو حتى بالاستخدام الداخلي يحصل لك اياه مثلا انك انت تستخدميه بالبيم بالاي او اس بي بكذا بكذا فقط، بس انه مثلا انت فت بدك تروح تشتري مثلا من محل البسه تشتري قطعه قماش او قطعه البسه كذا تلاقي ما بمشي. ففي عندهم مجال طيف واسع من القيود ممكن انه هم يفرضوها بمجال استخدام الكروب. يعني امبارح كنا هذا شوي في عندنا هون سؤال، والله لسه باقي شي ساعتين، ساعتين كاملة، لا لا باقي شوي، خالص 5 دقائق، تعطونا 5 دقائق. استنى يا اخي المخلوقة عندها اسئلة، خليها تسألنا. طيب تفضل يا اسي. طيب عندي كمان سؤال، هدفي هون هاي عندي 2 كارت البايسك والحظ، تمام؟ فأنا كنت حاطة طريقة دفع، كررت الأعلان، بعدين بيجيني على الماسنجر بالإنجلش رسائل كتير كل شوي، يقول لك حسابك حيوقف، حسابك حيوقف، لازم في مخالفة. طب أنا هون ما عرفت المخالفة، فتواصلت بعدين إدارة البايسل تبعت لي، وأنا الكارتين مليانين فلوس. إدارة البايسل بتقول عليك بول 675 كيلو، ليه؟ طب أنا هيني أنا مفترض ما الضريبة بياخد 5 كيلو، ليش طلعت 600 وكسور؟ راجعت دفعت الفلوس، الكارت مو ما بيقطع، البايسل ما بيقطع على المنازل. وسيلتين دفع واثنين ما انقطع منهم، ليه؟ والله هي مثل ما رجعنا لنفس لو حطيت البايسل وانقطع هي منهم. هاي القيود. انا في كثير ترى عم تصير هاي المشكله. طيب نحن هلا راح نوقف عمليه التسجيل، الله يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا لكم، ستوب ريكوردينج، هيك الدرس بكون خالص، لقائنا ان شاء الله الدرس الجاي، السلام عليكم.